السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي الصفحة، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا على أحسن ما يرام. هذه حلقة مستعجلة، يعني لم تكن مبرمجة، لكن اقتضت الظروف أن نتناولها لمدى خطورتها على السمعة ديال المغرب في الخارج. إنها مسألة متعلقة دائما بالسمعة ديال المغرب. دائما مرحبا بكم جميعا. ف كاين امور اللي الانسان يمكن له يعالجها في داخل الوطن ونتكلموا عليها، ولكن كاين امور فاش كتعلق بالسمعه ديال المغرب في الخارج، بحكم العلاقات اللي كاينه عندي، بحكم الناس اللي كنعرفهم على مستويات مختلفه في اوروبا، كتدور نقاشات وكتطرح اسئله، وبعض المرات تلقاو راسنا في حيرة من أمرنا، كيف نجيب، ماذا نقول، لأن الأمر لا يقبل الجدل. كيف تدافع عن سمعة وطنك في الخارج وأنت موضوع أمام حقائق يعني لا يمكنك رفضها أو نفيها أو الدفاع عنها؟ يعني كنلقاو راسنا في واحد الموقف حرج حرج جدا. ولهذا قررت باش غادي ندير هذا اللايف هذا اليوم. راكم شفتوا الاعلان دار، يعني تقريبا هذه 3 ساعات، ماشي اكثر، باش دار الاعلان. فمساله بالغه الاهميه، دائما في اطار الفساد. فالفساد في المغرب كنعرفوه باللي مستشري في جميع القطاعات، يعني ما بقاش شي جهه في المغرب او جماعه او مدينه او جماعه قرويه او مجلس جهه او لا، وهناك الفساد، ونتكلم عن الفساد ونستنشق الفساد. ولكن فاش كي يولي الفساد ديالنا المغربي كيعبر الحدود حتى هو حارق، يعني كنصدروه وكيجيب لنا الشوهة وكيجيب لنا المسائل اللي ما فيها ما يتشاف، فهذه كتولي مسألة أخرى، يعني اللي الإنسان اللي فيه ضرر الغيرة على الوطن تلقى كيحس بالحرج، إنما ما تتلقاش باش تدافع، ما تتلقى ما تقول. الأسبوع اللي فات الشرطة البلجيكية تعاملت مع بعض الفروع نتاع البنك الشعبي في بلجيكا وكأنها معقل للمافيا، بالطريقة باش كيمشيو يديروا تفكيك عصابات المافيات مدججين بالأسلحة وبعتادهم، وفي نفس الوقت واحد لسانكرونيزاسيون يعني افخيونت، واقتحموا هاد الفروع ديال البنك الشعبي في بلجيكا لأخذ وثائق بالغة الحساسية وأخذ حواسيب. مشاو لعندهم الاثنين ومشاو لعندهم الأربع كذلك. ونهار الخميس تصنتوا الموظفين، تصنتوا الجوج ديال المدراء نتاع البنك الشعبي في تهم تتعلق بتبييض الأموال وتسهيل إرسال أموال زبناء ومغاربة الى باغادي فيسكو، الى مناطق التي لا تخضع للضرائب، في عملية كبيرة تتعلق بملايين الاورو. ماشي مسألة اللي هي سهلة، ماشي مسألة اللي هي في صالح ديال المغرب، ان بحال هاد القضايا هذه لسوء الحظ كتضرب في المصداقية ديال البلاد وكتضرب في السمعة ديال البلاد، كتقضي على الاستثمار، كتقضي على الثقة في هذيك البلاد، فكيف يعقل؟
قبل الإتمام أرجو أن بارتاجيو هذا اللايف هذا على أوسع نطاق باش يوصل لأكبر عدد ممكن، يوصل المعنيين بالأمر، باش هذه المرة هذه على الأقل يديروا شي رد اعتبار للسمعة ديال المغرب، رد اعتبار كبير اللي هو المحاسبة القانونية لهاد البنوك هذه ولهاد الناس هادو، باش يبينوا الأجانب بأن عندنا دولة مؤسسات، بأن هادشي ممكن شي نسكتوا عليه، بأن حنا براء من هادشي اللي كيديروا دوك الناس في دوك الفروع، باش ما تبقاش السمعة ديال البنوك المغربية أو المغرب ملطخة بهذا الشكل هذا، لأن السكوت على هذه القضية هذه اللي ما شفنا لا برلمان تكلم عليها، لا مدير سميتو، لا مدراء كبار لهذه، المدراء العامين لهذه البنوك خرجوا بيان أو تكلموا عليه، ولا شفنا والي بنك المغرب تكلم عليه، ولا شفنا الإذاعات تكلمت عليه، وكأن شيئا لم يكن في الوقت اللي في أوروبا مسألة راها بالغة الأهمية بواحد الشكل اللي هو قبيح، لأن حطوها في خانة الإجرام المنظم، تمويل تبييض الأموال. ربما غدا يلقاو في الأبحاث ديالهم يجيبوا لنا شي تهمة ما عندنا ما نديروا بها، اللي هي تمويل الإرهاب، الله يستر. إذا هذه المسائل هذه خصنا نكونوا يعني بالدقة المتناهية معها، باش ما نبقاو شي كان غير كنشيروا وكنهضروا. إن قبل من هذه القضية هذه ديال بلجيكا، باش ما نكونوش يعني في واحد النوع ديال التكالب، ولا في واحد النوع ديال النكران، ما هذه إلا مرة أخرى كتوسخ سمعة المغرب من طرف مسؤولين مغاربة على الشأن المالي، ومرة أخرى هذه المرة كيتوسخ المغرب في الخارج. فأنا كنعتقد شخصيا لو كان وقع شي خطأ في البنك في المغرب ما غاديش نسمعوا عليه بصفة نهائية، إن غادي يوقع عليه التكتم والتستر، وما غادي يهضر حتى شي واحد، وما غتكون لا محاسبة ولا والو. ولكن هنا فهاد الحصلة هذه اللي حصلوا، راه ما عندهم شيء يعني الاختيار، ما كاين شيء اختيار إلا أنهم وقعوا تحت السندان ديال المطرقة والسندان ديال القانون الأوروبي والقانون البلجيكي. ما يمكن لهم شيء يعولوا على قضاء اللي غادي يتلقى تعليمات، ما يمكن لهم شيء يعولوا على قاضي اللي غادي يطوي الملف، ما يمكنش هذه المسألة هذه تكون. ولهذا كان التدخل ديالهم بواحد الشكل جهنمي، الشرطة البلجيكية دخلت بجميع المقومات ديالها، والفيلق ديال الشرطة اللي دخل هو شرطة مكافحة الجريمة بالضبط، ماشي الشرطة القضائية، ولا فهي الشرطة المكلفة بمقاومة الجريمة والجريمة المالية والجريمة العابرة للقارات، هو يعني صعيب باش الإنسان يدوزه بلا ما يهضر عليه. فاللي يسكت على هذه القضية هذه فهو يعني مجنون، أو ما عندوش روح المواطنة بصفة نهائية. يجي في واحد يقول لك لا هذه مسألة اللي مازال فيها أسميته، اللي مازال فيها يعني البحث أو شي حاجة، لا، مسألة ماشي فيها غير البحث، المسألة متعلقة بالعقلية المغربية اللي ما بغات شيء تصلح. لأن المدير نتاع منين جانا المشكل، غادي نمشيو نبحثو منين جانا هذا المشكل، ومنين كيفاش احتاجوا هاد الناس هادو، هاد شرطة مكافحة الجريمة المالية والجريمة العابرة للقارات ببلجيكا، كيفاش غادي تجي وغادي في توقيت واحد غادي يطوقوا واحد المجموعة ديال الفروع بتاع البنك الشعبي، ويمشيوا لهم مقصدين باش يمشيوا لهم النيشان، ويديروا الحجز على الوثائق والحجز على الحواسيب، ويعتقلوا الناس ويديهم التحقيق ويحققوا معاهم ويخليوا سبيلهم نهار الخميس. فهذه مسألة يعني بالغة الخطورة، خاص نسمعوا. انا كنقول للمسؤولين المغاربة انهم لابد ما تحركوا، لابد ما تكون شي رد فعل. لا، هنا غادي تربطوا المسؤولية بالمحاسبة بلا خاطركم، يعني لما درتوش هذه القضية في هذه فكونوا متأكدين أن الآتي أعظم. لأن هذه العشية هذه شنو اللي خلاني ندير أنا هذا اللايف هذا، هو أنني كنت مع واحد هنا في فرنسا اللي هو مسؤول برلماني، صديق منذ مدة وصديق ديالي قبل ما يكون في البرلمان،
وكنا تنتكلموا انا وياه، وما وفاجئني جبد لي هذا الموضوع هذا، قال لي واش اخبارك شنو وقع في بلجيكا؟ درت راسي بحالي لاسطل، قلت يا ربي تكون شي أرى ندير فيها ما في راسيش. فاش قلت له شنو وقع بقى تيضحك، قال لي الا انت ما يمكنش ما يكونش في راسك. بقيت تنضحك، قلت له راك دايما على بالي. قال لي شنو هاد الفضيحة هادي؟ قلت له هاد الفضيحة هادي هكا دايرة. الله شنو بغيتي نقول لك، انا راني هنا معاكم راني تنشوف هاد الشيء هذا. قال لي المشكل اللي كاين، قال لي وهادي بيني وبينك، قال لي ممكن جدا راه وقعت دابا ضغوط من الاحزاب اللي ما عندهاش مع المغرب، الاحزاب الفرنسية اللي ما عندهاش مع المغرب، ومنهم الحزب الاشتراكي واليمين المتطرف. قال لي راه يمكن غادي تكون شي حركة ديال الضغط باش يديروا شي حركه مع البنوك المغربيه اللي كاينه في فرنسا. لان من ايام الحسن الثاني الله يرحمه كان دائما عنده علاقه طيبه مع الحكام ديال فرنسا، مع الرؤساء، ومن طبيعه الحال المغرب كان دائما تيساهم في الحملات البرلمانيه وفي الحملات الرئاسيه بالنسبه للانتخابات نتاع فرنسا. راهم دائما تيمولوا ودائما تيعطيوا، هذه ما فيها شي شك. حتى في الحمله ديال الانتخابية أو في الرئاسيات ديال أمريكا الأخرى رحنا ارتكبنا واحد الخطأ استراتيجي نهار اللي عطى المغرب 12 مليون ديال الدولار للحملة ديال هيلاري كلينتون، وكانت الحسابات ديال الناس اللي تيخططوا، الناس اللي كيفكروا باش نتاخذوا القرار الصائب، حتى ولا بغينا نديروا شي حركة بحال من هذا القبيل هذا وتكون في مصلحة البلاد باش نكونوا مع الرئيس أو الرئيسة المقبلة، نكونوا في يعني درنا واحد العمل وهادشي هذا كيديروه لوبيات. فاللي ضربوا داك الحساب ديال ان كلينتون غادا تربح كان الحسابات ديالهم خاطئه، رغم اننا على بعد شهر ونص من الانتخابات الامريكيه الماضيه انا شخصيا كنت متاكد انها غادي تخسر، ان الماضي ديالها والماضي ديال راجلها والقضايا اللي عندهم ما يمكن شيء. هذا كيتطلب ان الانسان يكون كيعرف العقليه ديال الشعب الامريكي وكيعرف المجتمع ديال الامريكي كيفاش تيفكر وشنو هي المناهج ديالو وشنو هي المبادئ ديالو باش يوصل لهذه الخلاصه ان ما يمكنش تنجح ديك السيده هذيك. فما كانش علاش نعطيو حنايا 12 مليون ديال الدولار باش نعاونوا ذاك الحزب وفي الاخر غادي ينجح ترامب وغادي نكونوا حنايا في فوهات البركان، يعني غادي نكونوا في واحد المستوى اخر اللي ماشي غادي يحقد علينا ولكن غيدفعنا الثمن، وفعلا لازم ما يتدفع ثمن دائما. اذا ارجو ان هاد تزيدوا تبارطاجيو لان اللايف غادي يكون بالغ الاهميه وغادي نتكلموا في هذه المسائل هذه، وهذه ماشي اول مساله كتوقع فيها بنوك مغربيه. ان الجرائد اللي هضرات عليها راه حنا قريناها وشفنا وتبعنا الاحداث اللي كاينه، فهذه مسألة مخلة بالسمعة نتاع المغرب بصفة يعني لا تناقش. إذا قبل من هذه القضية هذه تفاجأنا المرة اللي فاتت بواحد الدراسة ديال جامعة برمنغهام اللي كانت وصفات المغاربة بأكثر الشعوب غشا ونفاقا وارتشاء، وكتبتها كذلك جريدة الإيكونوميست، ووصفات النظام المغربي أو النظام المغرب السياسي بالنظام الهجين وغير ديمقراطي، وأكدته منظمة ترانسبيرانسي انترناشنال، والمغرب يعيش وضعية فساد عام ووضعه العام لا يتغير، ويدعوه الناس هادو يدعون المغرب للقطع مع اقتصاد الريع ومحاربة الرشوة وتفكيك مافيا تهريب الأموال نحو الخارج قبل السكتة القلبية. إذا هاد الناس هادو راه كيعرفوا علينا الكبيرة والصغيرة. هذه جرائد عطيتها لكم، يمكن لكم ترجعوا ليها وتلقاو هاد المقالات هذه. حنا تنقراو هاد المقالات هذه وما تنعلقوا شيء عليها، كنقولوا الله يسخر ما نقولوا حتى شي حاجه باش ما نبقاوش دائما في ديك المنطقه السوداويه، كنحاولوا ما امكن نرفعوا من القيمه ومن المكانه ديال المغرب في المجتمعات الدوليه ونهضروا عليه بالشيء اللي هو مطلوب. ولكن باش كطيح امور بحال هذه اعتذر، ما تلقى كما تنقولوا في المغرب ما عند الميت ما يدير قدام غسالو، كنوقعوا في الحراج وكنوليو نهضروا بالمنطق وتنبقاو نهضروا تنضطروا اننا نمشيو معاهم بان فعلا هناك فساد، واخا حنا تنقاوموا راه هناك فساد وكذا. ولكن دائما كيسولوك تيقول لك اودي اعطينا الا كتحاربوا الفساد اعطينا شي نتائج ملموسه، ما كتلقى ما تقول له، اجي تقول له مجلس الاعلى للحسابات ما خدامش،
الملفات ديالو ما كتمشيش للقضاء، القضاء ما تيبتش فيها، المتابعه ما كايناش، ربط المسؤوليه بالمحاسبه ما كايناش، الاعتقال للفاسدين ما كاينش، قانون الاطراء لا مشروع ما كاينش، هادشي كله ما كاينش. ما تتلقى ما ت... يعني ما تتلقاش شي حاجه حتى غير في الجرائد ديال تجيب له جريده وتقول له ودي فوالا راه هذا النهار، هذا راه النهار الفلاني راهم حكموا على هذا وراهم داروا له 20 عام الحبس وداروا له السيزي وتركوا له داكشي اللي داه وداروا وداروا وداروا، ما كايناش ما كايناش. مع ذلك كان شي واحد صغيور وخصو يضحى به يضحي به باش يغطيو على عين الشمس بالغربال، اما حاجه اخرى فهي ما كايناش. اذا كتبقى المساله خطيره وما تبقى لناش حنا حتى اسلحه الدفاع عن الوطن وعن سمعته وشرفه، كنبقاو نتعرضوا للقصف، وكيكون ذاك القصف اللاذع ما كيبقى قدامنا الا حاجه واحده، ان الحمد لله عندنا تحليل سياسي حتى المجتمع الفرنسي اللي هو حتى هو فيه الفساد، راه ماشي اللعب هذا، وكنطالعوا بزاف وكنجبدوا لهم واحد جوج ديال القنتيات ولا ثلاثه وكنحطوهم لهم وكنعطيوهم، كيقول كي فو زافي غيزون، فتنجيبوا غير التعادل ما كنجيبوش انتصار. علاش؟ لحقاش الفساد ديالنا اكثر من ديالهم، وديالهم هما راهم متحكمين فيه كيف ما كان الحال، اما حنايا كنبقاو نقلبوا باش نجيبوا الوزير الفلاني دار، هذاك كان وزير الماليه، نقول له انا كان عندكم جيروم كايزاك وزير الماليه ودار واحد القانون ديال محاربه تهريب الاموال من فرنسا للخارج كيما عندنا، وفي الوقت اللي هو دار ديك القوانين وعطى الاوامر للضرائب الفرنسيه باش تحرك، اكتشفت ميديا بارت اللي هي جريده الكترونيه خطيره جدا اللي غادي نرجعوا لها في بعض الحلقات الجايه في واحد الموضوع اللي غادي يجي مقبل الايام راه تحت الدراسه، اللي فيه اكبر عمليه نهب الملايير ونهب الثروات الطبيعيه في المغرب، اللي موراه واحد المافيا مؤطره وحتى شي واحد ما تيقدر يهضر معاها. ولكن هذا فاش غادي نجيو له؟ غادي نجيو له بالملفات بالمعطيات، ونجيو له بالرسمي، وغادي نجيو له بالامور اللي هي اكثر خطوره، وغادي نبينوا باللي هذا النهب هذا كافي باش هاد الفلوس هذه دير لنا البنيه التحتيه الصحيحه، البنيه التعليميه الصحيحه، البنيه الطبيه الصحيحه وما الى ذلك. وهذا فاش غادي نجيو له غادي تكون كارثه عظمى، لان هذا اللايف هذا ما غيكونوش فيه اربعه خمسه سته الناس، غادي نكون فيه انا شخصيا، وغادي تكون معايا انسانه اللي على مستوى عالي اللي عندها درايه ودراسات ومؤطره ومشاركه في قوانين داخله في المجال اللي غادي نتكلم عليه في هذه الحلقات هذه ان شاء الله، في اطار دعم الجانب نتاع حماية المال العام ومحاربة المفسدين في المغرب، عل وعسى تكون شي حركة. لأننا بدينا كنشوفوا أن الشعب راعية، الصراحة هي هذه، الخطابات ديال صاحب الجلالة كنشوفوها دائما فيها خلاصة أن الجرائد تخرج تقول كان خطابا قويا، نعم كان خطابا قويا، ولكن التطبيق من عند المسؤولين ما كاينش، الخطاب الآخر الناس اللي معنيين نواب الأمة نعس، كاين اللي نعس والخطاب الماكي كيدوز، يعني هم في واد وهو في واد، احنا ما كندافعوا حتى على شي حد، ولكن ندق ناقوس الخطر، لأن الوطن في خطر، وما يعني ولا أدل على ذلك إلا داكشي اللي شفته اليوم، ويعني شفته في اليوتيوب وشفته في الفيسبوك، وحبست كنت غادي نشد الطريق وخرجت لأقرب محطة وحبست باش نستوعب هذيك الخرجة، كما كلكم المغاربة شفتوها، واخا كيشوفوها الناس وما كيهضروش، ولكن أنا فاش شفتها تارتني بزاف ديك الخرجات ديال واحد السيد اللي ما كنتش نعرف عليه الكثير، ولكن اليوم جات في الفيسبوك، جات في اليوتيوب، وشفت الناس كيديروا البارتاج، وقلت شنو تيقول هذا السيد هذا؟ غادي تبارطاجا بهذا الشكل، فاذا بيا تلقى واحد سميتو عادل البداحي، فاش سمعتو شنو تيقول اليوم، بغض النظر على شكون هو الشخص وشنو كيدير في حياته وشنو الخلفيه ديالو واش من يعني اش من خلفيه عنده وعلى شنو هي الاسباب ديالو، ما تيهمني شيء، شنو علاقته بالدوله او ما شي علاقته بالدوله ما تيهمني شيء، لكن الكلام اللي كان تيقول انا قريته بطريقتي الخاصه،
قلت هذا خطر، هذا ناقوس الخطر، لان كلام خطير جدا. انا ما تنقولش عنده الحق وما تنقولش ما عندوش الحق، ولكن احلل ما يقال، لان هذه خدمتي، هذا هو المنهج ديالي، هو التحليل ديال الامور، من بعد نديروا الاستنتاجات، من بعد نحاولوا نعطيه حلول والانسان يعمل بها وما يعملش بها. هذا ماشي، يعني ماشي بيدينا حنا، حنا كنعطيو تحليل وكنعطيو حلول، تنقولوا بون ها شنو كان، ها شنو تيبان لينا، والبقيه راه عندكم انتوما ماشي عندي انا، لان انا ما عندي غير هذه الخدمه هذه ديال التاطير والتوعيه اللي نقدر نعطي، ونعطي تحليل، نعطي حلول، ربما تكون صائبه، ربما تكون خاطئه، ولكن النقاش كيبقى، الحوار دائما بناء، تبادل الافكار تيبقى بناء. فاللي قالوا ذاك السيد هذاك اليوم، انا كنشوف فيه ناقص خطر اجتماعي. علاش؟ لحقاش هضر بواحد الحرقه وهضر بواحد الجراه اللي ما شفتش قبل منها شي حاجه بحال هكا. فهذيك الهضره اللي قالها ذاك السيد، اكيد اكيد انها غادي تاثر في المجتمع، واكيد ان الناس اللي مظلومين وما واخدينش حقهم من الثروه، والناس اللي مكرفصين في العيش اليومي ديالهم، والناس اللي مقهورين، والناس اللي كيتشكاو، والناس اللي خرج عليهم هذا الفساد هذا، غادي يكتسبوا ربما واحد الجرأة من هذه الجرأة، وربما غادي تكثر الأعداد اللي كتكلم هكذاك، واللي كتفكر بديك الطريقة. فلهذا أقول وأنبه بأن الوطن في خطر، وهذا الشيء اللي شتنا، اللي تنتعاطى التحليل السياسي، ونتعاطى التحليل الاقتصادي والمجتمعي، والفكر المغربي والفكر الجمعي في المجتمع المغربي، بديت كنشوف وكنلمس البوادر ديال الخطورة، البوادر ديال الانفجار اللي هو جاي لا محالة. راه ما كاينش، انا كنشوف، اعتذر، فوالا باش ما يديرونجينا حد. انا كنشوف على حساب الرأي ديالي، على حساب الفهم ديالي، ان الامور لا تسير في الاتجاه الصحيح، لان ليس هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة، هناك فساد يعني خانق ومقاربة أمنية اللي ما كتراعيش. احنا مزيان يكون عندنا الأمن في المغرب، مزيان تكون عندنا مؤسسة أمنية قوية، وتكون يعني عندها واحد القدرة على التصرف والتعامل مع الملفات، ولكن يجب على السياسي أن يقوم بمهمته، بأن يشرع التشريعات، وأن يجبر القضاء على القيام بمهمته، وأن يكون الجميع تحت القانون ولا أحد فوق القانون، لأن راه ما عندناش منها مخرج بصفة نهائية. نكونوا صرحاء مع نفسنا، نكونوا كنقولوا الحقيقة، يمكن شاي نبقاو نكذبوا على راسنا. رأي مقاربة يعني أمنية اللي غادي تجي باش داك القضية ديال 22 20 ما تقبلاتش، ولكن كتطبق فوق الأرض كما كنشوف، هذا راه ما خداماش. إن الأمور كتمشي، بدات الأمور كتخرج على السياق الحقيقي ديالها. إن اللي سمعته من داك السيد اليوم، أنا راه صراحة وقفت. علاش؟ لقاش ماشي كنشوف أنا شنو تيقول داك السيد كشخص كيعبر، ولكن كنشوف المعنى ديال الكلام ديالو، وكنشوف فين وصلت الأمور. فاش يوصل المواطن لواحد الحالة من داك النوع هذاك، فيعني ما بقى شايب بزاف، ما بقى شايب بزاف، وغادي نكونوا دزنا للمرحلة القصوى، ونوصلوا الله يستر لماذا تحمد عقباه. ومن هذا في من من هذا من هذه النقطة، أتوجه إلى صاحب الجلالة وأطلب منه أن يضرب بيد من حديد، أن يأخذ القرار، أن يأخذ بزمام المبادرة القوية لإرجاع الأمور إلى نصابها، والضرب بيد من حديد على الفاسدين، لأن هذا الشيء راه ما يمكنش يستمر، راه ما يمكنش يستمر، راه ما عندنا لا نقاء ولا جمال في المسألة إذا جينا نشوفوا من واقع أننا كنعيشوا في جهة أخرى، ولكن حاملين ذاك الوطن في القلب وكنخافوا عليه. وهاد الناس هادو اللي الفاسدين، راه ولات مؤسسة متكاملة الأطراف، وما بقاش عند الإنسان فين يهرب منها. فاليوم الفاسدين يا إما تدخل في المنظومة ديال الفساد معاهم، يا إما غادي تلقى المصير اللي هو خايب. وهذه مسألة اللي هي خطيرة جدا، وغادي تضرب السمعة ديال المغرب، وغادي تضرب الكرامة ديال المغاربة، وغادي تأدي بالبلاد المجهول. هاد القضية نتاع البنوك اللي هي في بلجيكا، راه ماشي هي الوحيدة اللي كاينة، باش نكونوا يعني
واضحين في هذه المسألة هذه. راه كاين عندها سابقة أخرى اللي كانت قبل من هذا الشيء هذا، وكانت في سنة 2019 كذلك، اللي هي البنك ديال البي ام سي او في بلجيكا في إسبانيا. وهذه المسألة هذه راه ما يمكن شيء باش نسكتوا عليها. علاش؟ لحقاش عمرنا ما سمعنا عليها في المغرب، أو في الإذاعة، أو في الصحافة المغربية، ما سمعنا عليها حتى شي حاجة بصفة مطلقة، ما كانش شي حاجة من هذا القبيل هذا. إلا أنني من بعد ما جات هذه القضية دي بلجيكا، مشيت ندير هذه الدراسة هذه باش نشوفوا أشنو عندنا في القضية نتاع البنوك المغربية. ففي شهر ديال جوان اللي فات، نشرت العديد من الصحف الأوروبية، منها الإسبانيول، ومنها لافانغوارديا، ومنها أوروبا بريس، نشرت مقالات تتعلق بفرض بنك إسبانيا، البنك المركزي لإسبانيا، لغرامة مالية ثقيلة قدرها 1,110,000 الأورو، على فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بي ام سي او إسباني، وعلى 8 ديال المسؤولين، مسؤولين كبار، وهم في نفس الوقت أعضاء بمجلسه الإداري، ومن بينهم رئيسه ومديره العام، لارتكابهم ما وصفته الصحف الإسبانية بجرائم خطيرة جدا في قضايا حوكمة الشركات وسياسة المكافآت. اليوم كنلقاو أن الشرطة الفيدرالية البلجيكية والجمارك تقتحم مقرات لفرع البنك الشعبي، وتصادر وثائق يقال أن لها علاقة بتبييض الأموال، قد يوجهها القضاء البلجيكي لمسؤولي هذه الفروع التي شملها اقتحام وحدات مكافحة الجريمة في بلجيكا، في مشهد لا يختلف على مشاهد اقتحام معاقل المافيا أو المنظمات الإجرامية التي تعمل خارج القانون. يكفي أنك تقرأ بحال هذا الشهادة، وإذا سولك شي واحد يقول لك منين أنت، تقول له ودي من الثالثة علي من مر قمر، ما تجيك ثقيلة تقول أنا مغربي. فهاد الأمور هذه نتمنى أن زعما أنا تنعطي نصيحة للمسؤولين في المغرب، المسؤولين بالخصوص الناس ديال الحكومة، وبالخصوص المدراء الكبار، المدراء العامين ديال البنوك، انهم يخرجوا بشي تخريجه، يديروا شي حاجه، يعبروا، يديروا شي اجراء، يديروا واحد الاستحضار لدوك الناس هادوك للمحاسبه، يبينوا على اننا دوله مؤسسات، ما يبقاوش ساكتين تمايا. راه ما يمكن شي باش تبقى هاد البنوك المركزيه في المغرب، البنك الشعبي والبي ام سي في هاد القضايا هذه، دايرين بحال الا دوك البنوك حتى هي براسها اجنبيه ما كتعنيناش. دابا التصرف هذا غادي نكونوا كنساهموا في الاقرار بالجريمه، وكنساهموا في هذا المشكل هذا بطريقه جد سلبيه. لان في المغرب تنديروا المسؤولين ديالنا كيديروا راسهم في الرمله بحال النعامه، وتيقولوا شحال من حاجه قضيناها بتركها، او ما نهضروش عليها، او نتكتموا عليها، او نخليو الصحافه اللي هي محسوبه علينا تنوض تهضر عليها وتكذبها، او تقول ولا تقول ولا تقول، وحنا صافي، احنا كما تيقولوا القافله تمر والكلاب تنبح. هنا اذا ارتكبتوا هذا الخطا هذا فانتم ما فاهمين والو، كنهضر مع المسؤولين المغاربه، فلا ارتكبتوا هذا الخطا راكم ما فاهمين والو، لانكم تتعاملون مع مشكله تعنيكم، ولكن في فضاء مختلف عن فضائكم. فاليوم المكان هو أوروبا، والزمان هو الزمان الأوروبي، والقضاء هو القضاء الأوروبي، والمحققين هم محققون أوروبيون. فلا تنتظروا أن تحلحل القضية، فلا تنتظروا أن يكون هناك تدخلات واعتبارات وتليفونات وتعليمات، هذه راه من سبع المستحيلات، وإلا ما كانش البنك بي ام سي في اسبانيا ضربوه يزلعوه، وهذه من منذ سنة. إذن الأيام المقبلة ستكون حبلة بالمفاجآت، والصحافة سوف تتعاطى بكل نشاط وفرح في تمريغ سمعة المغرب في الوحل. الصحافة الأجنبية كلما ظهرت نتائج تحقيقات والمتابعات والتهم الموجهة، ونتمناو ما يلقاوش أي شيء كبير، ولكن أنا أخاف ما أخاف أن يكون الأمر أكثر من ذلك. علاش؟ لحقاش حسب الأخبار المتداولة أن المدير بنك الشعبي في بلجيكا
قام بطرد بعض الموظفين اللي اشتغلوا في البنك منذ 20 سنة. وهالخطورة فين كاينة؟ هنا تكمن الخطورة، لأن لما تطرد، وحنا عندنا ديك العقلية ديال المغاربة اللي مازال ما تبدلاتش وبقى خدامة لدابا وخرجت على المغرب، هي فين ما كان شي مسؤول ولا شي باترون يبغي يجري على شي واحد تيجري عليه بحال شي كلب، ما عنده حقوق، ما عنده حتى شي حاجة، عادي القضاء الله ما يعقل عليه، المفتشيات العمل والله ما تعقل عليه، وماشي شغلنا، وما يأديوش على صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وماشي مشكل، والباترون ما كيتحاسبش، والطبيب ما كيتحاسبش، والقاضي ما كيتحاسبش. هذا إشكال، هذا إشكال كبير. علاش؟ لحقاش كتخلق عند الإنسان المغربي واحد الحقد دفين، إلا مشيتي حتى عطيتيه فين يماركي عليك البينالتي ما غيزقلكش، وإلا عطيتيه فين ينتقم ما غيزقلكش. وهو الشيء اللي وقع، لحقاش حسب المعلومات الواردة عندي والمؤكدة من سميتو، من مصادر موثوقة، من مصادر أوروبية ماشي ديالنا، لأن المصادر ديالنا حنا كتشدها وتغرب لها وتعاود تاني تفت لها وتغسل لها وتعاود تغرب لها وتنشفها وتعاود طحنها وتعاود تغرب لها، ويا ربي. فهاد الناس هادي تيقولوا بأن دوك الموظفين اللي اشتغلوا 20 سنة ومطالعين على الملفات ديال الخروقات، ومطالعين على هاد القضية، على هاد القضايا، وكانوا كيخدموا فيها، وكانوا كيشهدوا حتى بأن حتى الملفات ديال الحسابات دي المغاربة فيها تزوير، بأن هاد الناس هادو اللي تجرى عليهم بحال الكلاب هما اللي مشاو بلغوا بالبنوك وبالطريقة باش كتخدم. يا للأسف، يا للأسف، انا ما كنتفقش مع هاد الناس هادو انهم يديروا هاد التبليغ هذا، ولو يكونوا تظلموا في حقهم. ما يمكنش باش دير هاد التبليغ هذا، تقدر ديرو لو كنتي في المغرب وتجرى عليك في المغرب، وانا كنعرف واخا تكون في المغرب ويجريو عليك في المغرب وتمشي تهضر، تقدر تمشي للحبس، وهادوك اللي هضرتي عليهم واخا عندك الملفات واخا عندك الحقائق وهذا، معليش تمشي للحبس. ولكن ربما هذا هو الدافع النفسي اللي خلاهم يديروا هاد الخدمة هذه، ان التبليغ ديالهم غادي يكون الجرح ديالو عميق بالنسبه للمسؤولين ديال البنوك تمايا، الضربه ديالهم غادي تكون قويه على هاد البنوك هادي وعلى السمعه ديال المغرب. هذا هو اللي ما راعاوليهش، لقاش الانسان فاش ما تيكونش تكون تكوين صحيح وتربى على حب الوطن وتربى تربيه صحيحه، ولو يبلغ للدكتوراه او الماستر، ولو يخدم ما نعرف فين، غتلقاه تيمشي عند الشوافه، انما تعلمش وما تاثرش، انما تعلمش حب الوطن، لان لو كان حب الوطن، لو كان يترفع، واخا هذاك السيد سميتو جرى عليهم الخدمه ولا طردهم لسبب من الاسباب، ما نعرف واش يستاهلوا ذاك الطرد او ما يستاهلوش، واش ذاك المدير عنده شي يعني سبب وجيه، سبب حقيقي يقتضي الطرد ولا لا، فكان من الاحسن يبقاو مواطنين يحافظوا على الهيبة ديال الوطن، ويمشيو يرفعوا دعوة في المحاكم البلجيكية اللي كتعنى بالأمور ديال العمل ديال الاشتغال، ليطالبوا بحقوقهم الكاملة والأقدمية و و و وهذه المسائل مكفولة، وهما قدام قضاء اللي ما يمكنش يعقل على البنكة ولا شي حاجة، فغادي ياخذوا الحقوق ديالهم كاملة وغالية، لأن بحساب أوروبا، ويكونوا خداو حقهم وراه خدموا 20 سنة، ويمشيو ديك الساعات يديروا مشاريع ولا يديروا شي حاجة أخرى باش ما يتوسخش الوطن، يعني اسمحوا لي، مباشر مفتوح لطرح الأفكار بكل احترام رغم الاختلاف. نتفق معكم الإخوان، غير إذا كانت أفكار بغات تطرح أو شي حاجة، فانتظروا بينما نسالي الكلام اللي عندي وأنا معكم، لأن هذه مسألة يعني بالغة الأهمية، ما غاديش نجاوب على أسئلة اللي ربما تخرجنا على الموضوع. فاللي كتب شي حاجة وكان باغي نناقشوها وشافها دازت، صبرا صبرا، وعاوتاني فاش نوصلوا لمرحلة النقاش ما كاين حتى شي مشكل، ديك الساعات نديرو. أنا غادي نخلي لي ميساج يمشيو قدامي لأنهم كيدوزو في التليفون، والتليفون في الجنب ديالي، أنا غادي نحطهم دابا لي كومونتيغ ديالكم، غادي نحطهم عندي في سميتو. فوالا، غنحطهم في الحاسوب باش يبقاو يدوزو قدامي في ليكخون، وغادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم بدون حرج. اذا
هاد الناس هادو ما كانش عليهم يتصرفوا هذا التصرف هذا، ولو انهم تظلموا او عندهم مظلمه فهما في دوله اللي يمكن لهم يمشيوا يرفعوا دعوه في اطار حقوق العمل، في اطار الاقدميه، اللي ما غاديش يمشيوا بلا ما ياخذوا حقهم، لم يكن هناك داعي للوصول الى هذه النقطه اللي وصلتنا لهذا الشهاده باش تمشي انت تبلغ. فالانسان اللي كيدير هذه القضيه هذه فهو يخون وطنه بطريقه ولا باخرى، وانا كنحمل من المسؤوليه لهاد الموظفين هادو. ان تظلمتي ايه اتفق معك، اذا كان عندك الحق راك مظلوم، ولكن راك في الحقيقه ما فهمتي والو، ما قريتي والو، وعشتي 20 سنه في اوروبا كتخدم كبنكي وما تعلمتي حتى شي حاجه وما استفدتي حتى شي حاجه، لان قانون العمل كاين في اوروبا، الا كان الطرد ديالك تعسفي فالقوانين كتحميك وكتعطيك تعويضات اللي ربما تفوت 8 10 سنين ديال الاجره او 15 سنه ديال الاجره واكثر، يعني حتى الباقي لك لا روتريت، وتقدر عندك اقامه وتخرج بدوك الفلوس ودير شي مكتب ديال الاستشاره القانونيه والماليه ولا شي حاجه، وتبقى تدخل احسن من اللي كتدخل في البنكه، وتخلي السمعه ديال البلاد انها تكون في المستوى وما تبلغش. وإذا بغيتي تبلغ ديك الساعات دير واحد التقرير وصيفطو للمركز وخلي عندك نسخة وصيفطو بالبريد المضمون وحملهم المسؤولية وخلي داك الشيء عندك. لأن نحاربوا الفساد إيه، نصدموا على سمعة المغرب لا. هذه مسألة يعني أنا تحطيت في هذا الموقف واحد النهار، هذه مسألة شخصية، ولكن تحطيت في هذا الموقف هذا، كان عندي إشكال باش غادي نحل واحد المشكل عائلي كان فيه الدفاع على الأولاد، وكانت عندي درت ابحاث ولقيت ملفات اللي الا استعملتها هنا في فرنسا غادي نربح القضيه 600%، ولكن غادي نطحن السمعه ديال المغرب. علاش؟ على حقاش الخصم ديالي ما غاديش ندخل في التفاصيل، كان باني عرام ديال الملفات على وثائق مغربيه رسميه من ادارات مغربيه رسميه، ولكن سكون ابيل دي فغي فو، دي فغي فو، ماشي تزوير، لا ماشي تزوير. موظف اللي كيعطي الوثيقه فعود ما يعطيها معلومات معطيات معينه بالمعطيات الصحيحه اللي كاينه في السجلات، كيقبط رشوه وكيعطي نفس الوثيقه وصحيحه وبالاختام الحقيقيه بالاداره اللي هو فيها، اللي هي اللي كتعطي هذه الوثائق، ولكن المعطيات اللي بغاها اللي عطى رشوه، كمثلا تغيير تاريخ الازدياد. ان الشخص اللي كان قدامي كانت عنده ازدياد ديالو 25 مارس 74 في السجل في المغرب، وهنا عنده 24 مارس 78. ملي درت عليها ابحاث وجاني الاخبار لقينا باللي عمر ما كان شي تصحيح خطا مادي في المحاكم المغربيه لتصحيح السن، وملي بحثنا لقينا ذاك الموظف اللي مسؤول على هذا الشيء كيعطي دوك الوثائق بمبلغ 2000 درهم الوثيقه، وتاكدت وجبت عندي الوثائق القديمه وعندي الباسبور القديم ديال لابيغسون وعندي كل شيء فيهم 74 باش داخله لفرنسا، والاخرين باش شاده الجنسيه 78. وفي المغرب ما كاينش بصفه نهائيه، ما كاينش شي تصحيح خطا مادي ولا شي حاجه، وتكلمت مع ناس ودرنا ابحاث وصلنا للسجل فيه 74، والمسألة دايزة عليها تقريبا أكثر من 20 سنة. فكان بإمكاني أنني نتقدم للقضاء الفرنسي في إطار الدعوة اللي كانت جارية ونحط هذوك المسائل، الخصم ديالي غادي تحيد ليه الجنسية لأن ما بني على باطل فهو باطل، وغادي نربح القضية دخولا من هذا الباب اللي كانت أحوال شخصية تولي مسألة جنائية وصدق فيها الاعتقال ونزع الجنسية، واللي تنزعات الجنسية ما كتعطيش الحق للإقامة، وبالتالي تطير المغرب. الغريب في الامر ان فاش حصلت على الجنسيه داك 78 ملي دار 18 عام كان خاص كذلك تعاود دير لاكارت ناسيونال في المغرب، وخاصها تكون الطبقه ديال هنا. فهذاك الموظف كذلك بالرشوه عطى نفس الوثائق اللي مشاو للاداره العامه ديال الامن الوطني، وخرجت لاكارت ناسيونال ديال المغرب فيها 78 وفي سجل 74. فوالا، كان قدامي انني نربح، والا خسرت غادي نخسر حياتي كامله، ماشي اللعب. ولكن
خديت قرار انني نجيب الوثائق الرسميه ونجي لهنا وما نمشيش للقضاء، نمشي لعند الخصم. وجبت الوثائق الرسميه في 3 النسخ، ماشي يعني دوريجين رسميه. عطيتها غشها ديال البرا، قلت لها هاك خذ هذا، طلع عليه شوفه ورد عليا. ان بقات لنا يومين ندوزو في المحكمه، وحسب المنظور الفرنسي انا كنت غادي نخسر الدعوه، ماشي علاقاش ظالم، لا علاقاش القانون هكا. قلت لها لو كانت تعلق المساله بيا انا والله ما عندي المشكل، نمشي مظلوم ماشي مشكل، وما غاديش ندير شي حاجه، لكن المساله متعلقه بابرياء وهذه ما غنسامحش فيها، ومتعلقه بوطن. ها الحقيقه قدامك، سيري نعسي مع راسك وتخايلي بعد غدا قدام القاضي الا مشيت احتجبت هاد الوثائق هادو وقفات، هيتم الاعتقال ديالك، وغادي تخسري القضيه، وغادي تمشي جنائي، وغادي نربح القضيه، فليك الاختيار. شدات الوثائق مشات لدارهم، عيطات لي قالت لي صلاة على النبي غنتنازل غادي نمشي بطريقه ذكيه. لو كان كانت عندي روح الانتقام كما هاد الموظفين ديال البنك، غادي نقبطها من حساب اخر، نقبطها من جهه اخرى. ان اللي عانيتو مع دوك الناس 8 سنين، اللي خسرته تقريبا 480 الف اورو، اللي كانت يعني كل ما املك في ذاك الوقت، مشى كل شيء. غادي نمشي ننتقم مباشره. انتوما تديلك شي واحد 20 مليون غتبغي تقتلو، فاحنا كنتكلموا على الصحيح، ولكن كيبقى الوطن فوق كل اعتبار. وتفكات القضيه، ونهار اللي بغيت نسوي لدوك الابرياء الوضعيه ديالهم في المغرب لقينا عراقيل. علاش؟ لحقاش الحضور ديال الطرف الثاني كان ضروري لاعتبارات قانونيه، ما كانش ممكن. فطلبت لقاء مع قاضي من القضاة، وكاينين ولاد الناس، رغم ان الفساد كاين ودير الشعب ديالو. هذه مساله شخصيه، واعتذر عن فتح هذا القوس اللي اضطريت نفتحه غير باش نعطي عبره للانسان اللي كيضرب الوطن ديالو بدون وعي. فطلبت لقاء مع السيد القاضي في مدينه مكناس، وكان شهر رمضان، وطلعت لعنده واستقبلني الله يجازيه بالخير. قال لي اشنا ولدي؟ قلت له ودي الله يرحم لك الوالدين، عندي واحد القضيه غنحكيها لك كما هي. وحكيتها له كيف ما هي، انا عارف القانون اش يقول، وعارف بلي بلا الحضور ديال الطرف الثاني ما يمكنش، والطرف الثاني ما غيحضرش بصفه نهائيه، وهاد الابرياء غادي يبقاو في واحد الوضعيه اللي هي لا غير مريحه. قال لي علاش ما دليتيش بهاد الوثائق في القضاء الفرنسي؟ قلت له شنو يعني كظن سيده القاضي بلي انا كان ماشي عندي مغلوب على امري باش ما نحطهمش للقضاء؟ ولكن لو حطيتهم للقضاء غادي يشوفها وثائق رسميه مؤكده ديال المغرب، فيها الرشوه، فيها تزوير من طرف الموظف المحلف ديال المغرب اللي كيعطي الوثيقه معطيات مغلوطه مقابل رشوه. هذاك ارتكب خطا، هذاك ارتكب جريمه ديال الرشوه في جريمه في حق الوطن، ولكن انا ما نوصلش هذيك الخدمه ديال ذاك الخسيس ذاك الخبيث، ما نوصلش للقضاء الفرنسي، وتخرج الجرائد الفرنسيه تطعن في الحكومه المغربيه وتطعن في الاداره المغربيه. لان كاينين دول افريقيه عقد لي ازدياد، الا بغى شي واحد يدير الجنسيه ما تيقولولوش انت اعطيه لنا سير جيبو لنا، ما كيتيقوش في ديك الدول، عارفينها منخوره بالرشوه. هما كيطلبوا عبر القنوات الدبلوماسيه للدوله ديالو تعطيه، ان عارفين الا كان مع الموظفين غادي يديروا اللي بغاو، ولو كان جبت انا دوك الوراق غادي يدخل المغرب في هذه الخانه هذه. من 2008 كون ندخل في هذه الخانه هذه، وقلت للقاضي مباشره، قلت له كان قدامي نضحي بالابرياء ما نقدش نضحي بهم، نضحي بالوطن ما يمكنليش، ها كيفاش تصرفت؟ دابا القضيه عندك، انا ما بغيتش نوسخ بلادي بصفه نهائيه. بقى كيشوف فيا حيد النظاظر ديالو، قال لي شوف غادي نتحمل انا المسؤوليه، احنا محتاجين الناس بحال هكا اللي كيرفعوا بالشان ديال الوطن. انت حميتي السمعه ديال الوطن في الدول الغربيه وما دليتيش بهاد الشهب بهاد الفضيحه هادي. مزيان، تما عيطت لنائبه وكيل الملك، جات
درنا واحد الجلسة ثلاثية، عاودت تصنتات القضية، داروا لها تحيين، قال لي غدا إن شاء الله في العشرة جدي الحكم ديالك. سالينا، الله يرحم ليه الوالدين، والله يرحم ديك السيدة حتى هي الوالدين لأنها تفهمات. ولا غد ليه في العشرة جيت لقيت الحكم موجود، وبداك الحكم مشيت للبلدية ديالنا ودرت الإجراءات اللي كان خصها الدار، وأنا فرحان وقلبي عامر ومرتاح، وكان بإمكاني أنا نخرج على ديك السيدة هذيك الأخرى ونخرج على المغرب وندير ورطة كبيرة. ها علاش كنحمل المسؤولية لهاد الموظفين اللي داروا هاد الخدمة هذه؟ إن من حيث لا يحتسبون، من حيث لا يدرون أو من حيث يدرون، وربما بنية مبيتة مرغوا الدولة ديالهم في التراب بصفة لما فيها ما يتشاف. أوصيكم أيها المغاربة، أوصيكم، عندنا الفساد، عندنا الناس اللي خصها تعدم ماشي تعتقل، عندنا مجرمين اللي كيطحنوا الوطن واللي كيديروا أعمال اللي داير بلاد جهنم، لكن تتبقى هذيك أعمال الخونة ولا علاقة لها بالوطن، فالوطن هو منزلنا هو دارنا، راه ما عندناش فين نمشيو بصفة مطلقة، ولو نعيشوا في الخارج ولو نعيشوا في أي بلاصة فين ما كان، غير نهار اللي نموتوا ندفنوا في ديك الأرض الطاهرة يكفي. فالإنسان يعتبر، الإنسان يرد باله، هادشي راه تيبغي يبكي، راه ما يمكنش. أنا فجأة عندي قاوري قال لي ودي راه موظفين من عندكم اللي 20 سنة هما تما جرى عليهم مدير، مشاو ديريكت هما وحطوا الملفات وعطاو للشرطة محاربة الجريمة البلجيكية المفاصيل ديال الطريقة ديال العمل والملفات، وعطاوهم كل شيء. يعني هادوك الناس اللي كيقابلوا دوك لي بنك المسؤولين على دوك الفروع البنكية غادي يكونوا في حالة يرثى لها أمام أسئلة المحققين، علاش لحقاش البياع من ولاد الدهر كيف ما كان الحال. وهذا يعني مؤسف جدا، مؤسف لواحد الدرجة اللي ما تصورش. هادشي اللي بقى فيا، ضروني جوج الحوايج اليوم حتى عيني يعمروا بالدموع، ضرني الكلام اللي قالوا داك السيد البداحي، وضرني هاد 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 الخبر اللي جا على ان راه موظفين اللي ديالنا مغاربه اللي غير مجرد انهم تطردوا مشاو لعند القور، صدموا على ديك الرايه وصدموا على ديك الدوله وصدموا على السمعه ديالها، ومشاو بيعوا بالبنك وهاش كيدير وهاش كيدير وهاش كيدير. لو كانوا كيعرفوا شنو كدير الشركات الاجنبيه في المغرب، لو كانوا كيعرفوا اش كيدير البنوك الاجنبيه اللي في المغرب، وكيفاش كيمصوا العمله الصعبه من المغرب، وكيفاش كيتلاعبوا لان عندهم تقنيات اكبر من ديال المغاربه، لو كانوا كيعرفوا كيفاش هادوك تينهبوا المغرب، علاش سير خذ حقك في المحكمه وخلي خوتك يخدموا، لان راه هذيك حرب والحرب خصها تكون متوازيه. راهم عندنا احنا في المغرب اصحاب كيجيو يستثمروا في المغرب على حقاش بلد للاستثمار، لا، لان بلد فيه الريع، بلد فيه الرشوه، بلد ينخره الفساد، كيجيو يستثمروا فيه ويستغلوا داك الجو الفاسد باش يزيدوا يغتنيو هما ويزيدوا يمصوا. اما كون كانت القوانين تطبق وكانت المسائل كتطبق، غادي يفضل يستثمر في بلاده ويخدم ولاد بلاده، لكن ولاد بلادو عندهم كرامة، عندهم حقوق، خصو يخلص عليهم الواجبات، خصو يخلصهم بالصالير المزيان، ويخدموا السوايع المحددة في قانون ديال العمل. دونك ما غيمشيش لعندهم، لأن خصو إلا باش إجا يخدموهم هنا خصو يحترم هاد الضوابط هادي. غادي يمشي للمغرب باش بناتكم يغتصبهم في حياتهم وفي شبابهم، يخدموهم 10 سوايع و 12 ساعة بجوج دريال، وما يخلصش عليهم صندوق التقاعد، وما يخلص عليهم حتى زفتة، ويعاملهم بحال العبيد، ويغتني هو ويمص العملة الصعبة يخرجها. لو شافوا هاد الموظفين من هاد الزاوية هادي، والله واخا نعرف داك البنك هذاك كينهب في الاورو ويصيفطو للبلاد. علاش؟ لاقاش الاخرين ما تيديروش قل من هاد الشيء هذا. ولكن هيهات هيهات ما بين الوعي وما بين الذل والندالة، وهي اللي وصلتنا لهاد الشيء هذا. أنا كنادي المسؤولين أنهم يتخذوا شي إجراء ويديروا شي حركة في هذا الإطار هذا. الله يجازيكم بالخير.
فوالا علاش اليوم استعجلت هذا اللايف هذا، وعلاش اليوم قررت باش ندير هاد المسألة هذه. إذا زال سيبو راس محسن، إذا زال الريع في المغرب سينخفض الاستثمار. وينخفض أخويا الاستثمار غير تحيد الريع، لأن الريع سي بوراس. دابا أنا نقدر نمشي معكم في الخط، لأن عطيتكم ما يفيد في هذه القضية هذه، ومازال عندها حوايج أخرى. غير نزيدكم حاجة أخرى باش تعرفوا باللي المسؤولين ديالنا ما تهمهمش المواطن المغربي. اليوم عاد في العشية هضرات التلفزة المغربية على واحد الباخرة مغربية، جات باخرة تحمل الناس من المغرب وحبسات في الميناء ديال سات الجنوب في هذا، وباللي راهم وقفوا السفينة وما نزلوش منها الناس لتفشي الوباء في ديك بين الناس اللي هما في السفينة. هذا كاين كذلك آخر أخبار غادي يضر في الراس ديال الإنسان، أن الإذاعة أو التلفزة المغربية كتكلم عليه اليوم. هادشي راه حاصل من نهار السبت، وفي خبرنا بلي من نهار السبت. انا فاش كنا تنديروا اللايف نهار السبت، جاني الميساج عند واحد الاخت جمعويه غيوره من مدينه سات، قالت لي غوكاتسا. وانا كان نتكلم مع الناس، كنت نتحاور مع داك الدكتور في اللايف، وكنشوف الميساج في الجهه الاخرى بان الباخره راه موقفوها ما خلاش الناس يدخلوا، والبريفي او العمده او الوالي البريفي ديال لونغ دو كروسيون تاخذ هذا القرار. هذا نهار السبت الناس محصوره في الباطو، ومازال والحد والاثنين في العشيه عاد هضرت عليها التلفزه المغربيه، فهذا غيض من فيض. بالنسبه لسي بوراس محسن، من الاحسن يحبس الريع. على حقاش هذاك الاستثمار اللي كيجي من برا ما يساويش حتى 10% من الفلوس اللي كتضيع لينا في الريع. وديك الفلوس ديال الريع لو تم استثمارها في المغرب، حنا ماشي في حاجه لدوك الناس باش يجيو لعندنا يستثمروا ويغتصبوا الاخلاقيات والسياده ديال الدوله ديالنا والادارات ديالنا. هذه باش نمشي معاك في القيام، يعني بسميتو نمشي معاك بسرعه. على حقاش الاموال اللي كتهرب من المغرب اصناف وانواع، كاين اللي كيدوزوها في الديوانه، كاين اللي كيدوزوها بشي طريقه، كاين مهم. ولكن اللي كتخرج طريقة اللي كتبان قانونية وما يمكنلكش تفهم فيها سيبو راس حتى حاجة، فهي أخطر. اللي كتقدر ما بين 4.5 مليار دولار حتى 5 مليار دولار سنويا. أنا أعطيك دابا نقطة واحدة، أعطيك هذه غير في مسألة الاستيراد، ما نهضروش على التصدير. هذه غير في مسألة الاستيراد، وهذه مؤكدة بالوثائق، وما يجي حتى شي واحد يزيد علينا. الا بغى يجي حتى السيد وزير الماليه ديال المغرب السي بن شعبون ناقشوا هذه القضيه في اللايف وكل شيء، ونعطيوه الوثائق، نعطيوه لي سيتو، نعطيوه كيفاش، ونعطيوه منين، راه ما كاينش اشكال. هذه راه كتجي من باب الغيره على الوطن، ما كتجيش من جهه اخرى. ما يرضى عليك ان الناس اللي دايرين المال في المغرب، الناس اللي وصلوا ما تيخلصوش الضرائب، وما تيخلصوش التقاعد، وما تيخلصوش الخدمه ديالهم مزيان، وكيحتكروا السوق وتينهبوا، كيحلوا شركات في الخارج في الفضاءات المعفيه من الضرائب، بحال بنما، بحال الجزر العذراء البريطانيه، لي زيلفياج بريطانيك، بحال سيشل، بحال ليشتينشتاين، بحال لوكسمبورغ. ونعطيك غير الربعه هادو، كيحلوا شركات باسماء اجنبيه ومحطوطه في دول اجنبيه وتعتبر اجنبيه حسب القانون الدولي، وعندها اسماء اجنبيه، ولكن مالها ماشي اجنبيين، مالها مروك، مراركا، دياولنا، مغاربه. كتلقى الشركة فيها مسير أو مسيرين لا أقل ولا أكثر، على أبعد تقدير عندها بيرو صغير مكري، وعندها عنوان، وعندها حسابات في الخارج، ما عندهاش خدامة، ما عندهاش ديبويات، ما عندها حتى حاجة. شنو كدير خدمتها؟ أنهم فادوك اللي كدوك الكبار اللي دايرين الفلوس وحالينا، فاش كيبغيو يستوردوا شي مادة ما كيمشيوش يستوردوها من عند المورد ديالها، كيعطيو لهادوك ديك الشركة كوسيط اللي هي ديالهم وتعتبر أجنبية. تبع الفيلم، هادوك هما اللي كيشوفوا مع اسميتو، اللي كيشوفوا مع المورد. إذا كانت البضاعة اللي غادي يتم الاستيراد ديالها مثلا غادي تقام بجوج مليون ديال الدولار،
هذيك الشركه كتعاقد مع المورد بجوج مليون ديال الدولار، ولكن الفاكتوره اللي كتمشي للمغرب فيها 4 المليون 5 المليون ديال الدولار، فيها دائما جوج المرات ونص، وكتجي ديك الفاكتوره للمغرب وكتخلص ومكتب الصرف تاع الشهر والبنوك تاع الشهر، وكتخرج ديك 4 المليون ونص ديال الدولار عادي، لان كاينه الفاكتوره. كتوصل ديك الامانه لديك الشركه كتقبضها تما، كتهز منها 2 المليون تتخلص المورد، السلعه كتدخل المغرب، ما تقفل فيها هادي حتى حاجه، ما تقلبش، ما عندكش فين تهضر، لحقاش مسائل تتبان قانونيه، كاينه فاكتوره جات للمغرب وكاينه سلعه جات للمغرب وكاينه فلوس تخلصات، فين المشكل؟ هادي ماشي الذكاء، خلينا من دوك اللي كيهربوها في الباليزه، هادو كتمشي بهاد الطريقة هادي جادة، بهاد الطريقة عندهم 51 شركة، ماشي وحدة ماشي جوج، 51 كتهرب 4.5 المليار حتى 5 المليار ديال الدولار سنويا بطريقة هكا. كيفاش لقيناها؟ مسألة سهلة، الله يرضي على الأمريكان اللي من الحرب العالمية الثانية دارت نظام سويفت، ودارت العملة ديال الدولار هي العملة الدولية ديال المبادلات التجارية. إذا نظام سويفت اللي ما كيعرفوش هو النظام الوحيد الإلكتروني اللي كيسمح بالتحويل البنكي، راه حتى ويسترن يونيون إلا بغيتي تصيفط الفلوس، هذاك الويسترن يونيون باش يحول لك دوك الفلوس للمغرب كيستعمل نظام سويفت، كتقلب دولار وكتسوق وكتصرف، كيدوز على نظام سويفت. بغيتي دير تحويل بنكي من حسابك في فرنسا لخوك في المغرب تعطيه غير 1000 اورو، كيدوز على نظام سويفت اوبليجي، يا في ما فيهاش نقاش، دولة مع دولة كيدوز على نظام سويفت. علاش دارت امريكان؟ باش تعرف كل دولار فين كيمشي، حقاش الدولار واخا راه في جيبك كيتسمى عملة امريكية ديالهم مطبوع عندهم، هما كيخصهم داك الدولار فاش يتحرك يعرفوا فين مشى، شكون اللي تخلص منه، شنو تشرى بيه، فين دخل، عند من حبس، وبهذه الطريقه كيتحكموا في الاقتصاد العالمي، وبهذه الطريقه كيعرفوا الفلوس فين كتمشي، وبهذه الطريقه هذه كيعرفوا الامكانيات نتاع الدول، وكيعرفوا الحركه ديال السوق وكيتمكنوا منه، وبهذه الطريقه تيكشفوا الشفاره والدول اللي كتسرق الشعوب ديالها، وراهم عندنا لائحه ديالهم، ماشي غير عندنا في المغرب، راه كاين هذيك اللائحة، غادي تمشي تمشي لجوجل بلا ما تعذبوا راسكم، غتمشي لجوجل وغادي دير ميس انفويسينغ انترناشونال تريد، ولا دير لي فوس فاكتور انترناسيونال، وشوف جوجل اش غادي يعطيك، غتبقى تقلب تما في دوك العناوين حتى تطيح في هاد الشيء هذا، ومن حيث تطيح في اللائحة اللي فيها الدول واللي فيها الفواتير المزورة على المستوى الدولي في التجارة الدولية، سير قلب على الدول وشوف اللي بغيتي تقرا عليها اقرا عليها، بغيتي تقرا على الجزائر قرا عليها، بغيتي تقرا على تونس، بغيتي تقرا على غواتيمالا، بغيتي تقرا على فرنسا، قرا على المغرب، كليكي وغادي تلقى شحال ديال تزوير الفواتير كيدير ديك الدولة ولا ديك الدولة ولا ديك الدولة، شحال ديال تزوير الفواتير عندهم. علاش؟ على سهلة، على حقاش الفاكتورة الدولية يمكن لهم يغيروا فيها المبلغ، ماشي مشكل، قدو يديروا 2 مليون ديال الدولار تولي 4 مليون ديال الدولار، ماشي مشكل، ولكن الحاجة الوحيدة اللي ما يقدوش يغيروها واللي ما يمكن لهاش تعاود هي النيميرو دو فاكتور، رقم الفاتورة الدولي. علاش؟ لحقاش مرتبط بالعملة، مرتبط بذاك المبلغ اللي خرج، هذيك ما عندهم ما يديروا لها، باش يتبدل ذاك الرقم ديال الفاكتورة خص تكون مبلغ آخر خرج عليها بنظام سويفت، صافي. إذن مشاو الفواتير كنلقاو ديك الفاكتوره، ونمشيو لمكتب الصرف ديال المغرب، نمشيو لوزاره الماليه، نمشيو لمكتب الاستيرادات، وكنقلبوا على ديك الفاكتوره تلقاوها، لقاو فيها 4 مليون ونص. نمشيو للمصدر فلوسيت امريكا، كنلقاوها فيها جوج ونص رسمي، نفس الرقم ديال الفاكتوره. هنا كتجيب الحجه الدامغه، كاين تزوير ديال 2 مليون ونص في ديك الفاكتوره، غير في هذيك بوحدها 2 مليار ونص مشات، كيف هذيك الفاكتوره؟ وكتبقى تخدم على الشركات الاخرين، وتخدم على فواتير الاستيراد، وتخدم على نظام سويفت، وكتخدم هذه هاد الخدمه اللي كندير انا،
كنجيبش الهضره من راسي، ما كنضربش غير خبزناتي. فكتوصل 4.5 مليار حتى ل 5 مليار دولار في العام، هذه غير في استيراد. خلينا من التصدير، خلينا من السندات اللي كي سندات القروض اللي كياخذها مثلا المكتب الشريف الفوسفات، خلينا السندات اللي داخلين فيها بنوك مغربيه على المستوى الدولي وعندهم علاقات مع سوق السندات بواحد البنك اماراتي. بزاف ديال الحوايج، هذه ابحاث، هذه كنسميوها لو جورناليزم دانفستيغاسيون، صحافه التقصي، الابحاث لي زونكيت، ما كنجيبوها له من عندي. قال لي شي واحد جا، نقول له اجي اخويا لهنا، طق طق طق، عندك تليفون؟ غير تليفون عندك؟ اي ارا اش كاين؟ ها هو بغيتي تحارب ماشي معايا انا، سير تحارب مع امريكان اللي داير هذا النظام اللي ما يمكنلكش تسرق، ماشي ما يمكنلكش، تقدر تسرق ولكن ما يمكنلكش تخبع. بهذه الطريقه امريكان كتعرف الدول اللي كتسرق، ما كتقوليهاش علاش كتسرقي، ما كدير ليها شاي الشوها، لكن كتقبض الحجاج راهم محطوطين مستوكين. فوقاش كتخدم بهم امريكان؟ كتخدم فيهم في استراتيجيه ديالها، المصالح ديالها. فاش تبغي الشغل في شي دوله كتعطيها اوامر عادي، وكيهضروا معاهم باللغه اللي كتعرفوا، اللي على بالكم اجي انت دير ولا هاش كاين، كيولي فيها الابتزاز. علاش تلقى الدول العربيه الاغلبيه ديالها خاضعه للامريكان، ولا جا الامر من الامريكان يتنفذ، اما فيها لا بيروقراطيه ولا والو، يتنفذ وتتسويت. هكا كتحكم الدول الناميه، الدول اللي مازال تسرق الشعوب ديالها، كيتحكموا بهذا الشيء. كما هما امريكان بنظام سويفت، كما صندوق النقد الدولي اللي كيسلفهم الفلوس في الدول الناميه، وكيهزوا الحكام ديالهم والمسؤولين كيهزوا داك العمله الصعبه كيديروها في حساباتهم برا ويخليوا الشعوب كتقطع. بان صندوق النقد الدولي ما تيقولهمش علاش، ولكن كيدير فيهم ما بغى. معليش غتردوا لنا الفلوس، كليتوا دوك الفلوس ما درتوش التنميه، ماشي مشكل، ضربوا ضربوا العمومي، ضربوا الصحه، ضربوا هذه، ضربوا هذه، خرجوا على الشعب، ماشي مشكل، جيبوا لنا الفلوس سليم صافي. هو تتقلب هذا الشيء، تتقلب فيه راه غادي تلقاها اسميتو. سي الأخت نجاة تيكن، لو كنا نطبق السنة لما وصلنا لما وصلنا إليه، ومن غشانا ليس منا. المدينة الفاضلة ديال الفارابي، ماشي السنة اللي خاصها تطبق، خاص غير العدالة تطبق ومن بعد نشوفوا السنة. لو العدالة كانت تطبق، ولكن العدالة كتطبق في الدول اللي فيها شعوب حاضرة للشعوب اللي عندها غيرها. سي العلوي تقول لي للاسف غدا تسمع عادل تعتقل، ممكن جدا، ماشي زعما دابا غادي نشوف التعليق ديالكم ونحاولوا نتعاطاو معها، لان كيطلعوا بالزربه وكامل المعذره. نحل الملاكي المغربي بالنسبه للوثائق المغربيه مثل عقود نكاح وولاده غير مقبوله بالخارج حتى ولو كانت غير مزيفه، نحن عندنا هنا بالخارج لابد ان يتم التصديق عليها من وزاره الداخليه والخارجيه. هذا شيء جديد، انا كنهضر لك على هذه 12 سنه 15 سنه الله يرضي عليك، لاقاش يمكن الى وصلهم شي روايح وداك الشيء وغادي يولي داك حتى يصدقوا عليهم. القيم العداله والديمقراطيه راها كونيه، ما تيمكنش باسم حب الوطن قبل خرق القوانين. العداله اكبر من الاوطان، كلها ورايه، ولكن كما قلت لك الشريف اللي قلت لي هذه الهضره مزيان، ولكن الدول الاجنبيه والشركات ديالها في المغرب راه تيخرقوا جميع القوانين الوضعيه والارضيه والكونيه وكينهبوا لك حقك. دونك كيكون العين بالعين والسن بالسن، وراك عارف الباقي. فوالا الوغ، نطالب بمهاجرين بتوجيه بالطلبات الى ملك البلاد. نحن نوجه الطلب الى ملك البلاد ونقول نخاف على ذلك الوطن، وراه ما يبقاش دابا شي حاجه ما كتسمعش او ما كتعرفش، احنا كنسمعوا تنقراوا، احنا قرينا فوربس مثلا ان مالك مجموعه اقوى اللي هي المجموعه الهولدينغ تاع الوزير القوي في المغرب اللي هو سي اخنوش، انها كتقول باللي
بداية الجائحة كانت الثروة ديالو مليار و700 مليون، ومع الجائحة ولات 3 المليار و400 ولا 3 المليار و500، يعني ضعف الثروة ديالو. فهذا يعني شيء خطير وشيء مقرف. وحنا في الوقت اللي كنتسناو الهيئة، ديك اللجنة اللي تكونات باش تجيب لنا داك 1700 مليار ديال المحروقات، واللي تجيب لنا بزاف نتاع الافتحاصات اللي مازال ما كاينه منها حتى شي حاجة. هادشي ديال لي ميساج راه تيطلعوا، بسرعة. احنا شفنا باللي الجمعية المغربية للدفاع عن المال العام وصلت لواحد النتيجة انها نجحات باش ترفع شكايات في الصفقات اللي دارتها وزارة الصحة، في مجموعة ديال الصفقات، في مجموعة ديال الملفات الفساد في القضاء. وباللي السيد نائب رئيس البرلمان المغربي اللي هو السي حبيب المالكي، بعد تردد كبير راه قبل باش غادي تكون واحد اللجنة ديال التقصي ومراجعة ما يفوق 200 في الصفقة اللي دارتها وزارة الصحة في هذه الجائحة ديال كورونا بلا طلب عروض، واللي صرفت فيها 200 مليار. نتمناو ان هذه اللجنه هذه ما تخيبش اي الامال، ونتمناو ان الحقيقه تخرج على حقاش الحقيقه باينه، ان العشوائيه باش تعالجات القضيه ديال الكورونا في المغرب، العشوائيه الكبيره، عدم غياب الكفاءه، غياب النظره الاستراتيجيه الطريقه، والفيديوهات اللي طلعوا لنا من السبيطارات كاملين كنا كنشوفوهم، فهذا ما كيتبتش ان كاين 200 مليار تما تاع اجهزه التنفس وديال الادويه وديال الرعايه الصحيه وداك الشيء. فنتمنى لهاد اللجنه هذه انها دير شي، شغل، دير شي خدمه، ماشي المند باش لا والميت فار. هذا الشيء راه فيه 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 ما يتقال. دونك الاخوان راه غنجاوب غير على سميتو، غادي نتعاطى غير مع التعاليق الهادفة اللي عندها، يعني عندها ان سونس. الوغ شكرا لكم، بارك الله فيكم. اذا كيفية محاربة الفساد؟ محاربة الفساد ما عندهاش 700 طريقة. محاربة الفساد خص إعادة النظر، إصلاح القضاء، أما فيهاش نقاش. من غير إصلاح قضاء بطريقة عميقة ما غتكون حتى شي حاجة بصفة نهائية. علاش؟ لحقاش عندنا ملفات كنشوفوهم وكنتابعوهم في المغرب، عندنا ملفات وديك الملفات هذيك تنشوفوها بقات تما، عندنا ملفات كتصدر فيها أحكام بحال ذاك النهار مثلا في القضية ديال عراب الفساد في جلميم واد نون، اللي 53,000 وثيقة وحجة، عامين لخدمة الشرطة القضائية، الحجج الدامغة والتزوير البين، شهادات اللي كاينة متوفرة، وجا قاضي التحقيق ودار له عدم المتابعة. هنا اعترضت الجمعية سميتو الجمعيات ديال الدفاع عن المال العام، وقفوا المحاميين وداروا المشورة وقدروا يخرجوا الملف من يدين هادوك اللي فقادر يجيبوه للرباط، نوع من الانتصار. ولكن فين الدور ديال الوزارة الوصية، وزارة العدل؟ لأن هاد القاضي هذا خرق الحدود ديالو فاش يقرر عدم المتابعة، هذاك ماشي من اختصاصه، هذاك من اختصاص القضاء الجالس. هو الدور ديالو انه يدير التحقيق في الوثائق، ويستدعي الخبراء، ويستدعي الناس ديال المحافظه، ويستدعي الاخصائيين، ويستدعي الشهود، ويسمع للجميع، ويستعن بالخبراء في جميع المجالات باش يوصل الحقيقه، ويرفع التقرير ديالو للمجلس القضاء الجالس اللي غادي يبت في القضيه. اذا هذا ماشي خرق، هذه فضيحه. اذا شنو دارت الوزاره الوصيه في هذه القضيه؟ ان فاش غيمشي القضاء عندنا مزيان هي في نقطه بحال هذه، هذاك القضيه تفصل هي الاولى، ومن بعد يدير معاه التحقيق، ومن بعد يتحاسب،
ومن بعد نمشيو نشوفوا الثروه ديالو الا كانت عنده شي ثروه، ونشوفوا الاملاك ديالو الا كانت عنده شي حاجه، ونشوفوا ديال ولادو ديال مرتو والجوج اللي كيدوز فوق دارو، ونحسبوا له شحال كيتخلص من نهار اللي بدا، ونشوفوا المقارنه هذه مع هذه، وما محتاجين شيء داك القانون ديال الاطراء اللي مشروع الحساب، هذه ناقص هذه كتعطي هذه سالينا. دونك هنا كيخص واحد الاصلاح عميق للقضاء، لان العدل اساس الملك، ولا اختل العدل غيختل الملك، هذه قاعده قبل ما نتولدوا حنا وهي كاينه، مشات مع الدين ديالنا. واليوم كاين اختلال خطير، كاين اختلال خطير، والاختلال الخطير ما يمكن لينا شيء نلغيه، والنتيجه ديالو اللي غيكون اختلال خطير في الملك، لان هذه ضروره حتميه، ماشي انا اللي تنفرضها، هذه كتفرض راسها. وما يمكن لينا شيء اللي هضر نديوه للحبس، علاش ما غد... الا دينا الحبس ما غاديش نلغيو ديك النتيجه الحتميه اللي هي جايه. الانسان يكون يعني شويه معقلان، يكون شويه بنادم بعقله، ما يكونش احمق. دابا غادي نشوف، لا كنشوف شي ردود بعض المرات اللي فيها اسميتو. شكون هاد علي حوس؟ هاد سير في حالك، ما هادشي الله يخليكم، اللي غيهضر بهذا الاسلوب هذا ينسحب، راه ماشي ضروري تكون عندنا 60,000 واحد كتشوف، اللي ما عندوش غرض بهادشي هذا بلا ما بلا بلا بحال هاد الامور هادي. دونك بون علي فوالا ان برومي او فوار سالينا، اي حاجه طلعت انا ما عنديش اي مشكل، غادي اي تعليق كان ماشي في سميتو، ماشي في صالح ديال الحياه، وماشي في صالح ديال بنادم تيهضر بغيره ولا شي حاجه، غادي نحيدو تو سامبلومون. اذا هاد المسائل هادي خصنا نعرفوها، وحنا قربنا دابا للانتخابات، ظهر الفساد في البر والبحر، احنا كنهضروا عليه في البر وفي البحر، ها هو جاي، كونوا متاكدين انه كاع في ظرف واحد السيمانه جوج سيمانات غادي ندخلوا في ذاك الملف الخطير اللي غادي سميتو اللي غادي نوصلوا ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تشوفوا بلي شيء خطير جدا اللي ما كيهضر عليه حتى شي واحد بقوه سميتو، بقوه الاشكال. اذا بالنسبه للانتخابات الجايه، جمعوا راسكم وعيوا راسكم، وشوفوا القانون شنو تيقول، ديروا الناس المستقلين اللي في المستوى، ما تبنيوش على الاحزاب، ما تبنيوش على الاحزاب نهائيا، علاقاش الاحزاب حتى هي غادي نخصص لها واحد الحلقه خاصه، ديك اللعبه القادره اللي كتلعبها الاحزاب اليوم في المغرب، يعني كيلعبوا واحد اللعبه قادره اللي يا اما يستمروا يا اما يريبوا الضاله فوق رؤوس عباد الله. اذا هذا الملف هذا حتى هو راه جاي في الطريق، راني كنفكر فيه كل مره، كيقول لي راسي غادي نتكلم فيه، وغادي نتكلم فيه في عما قريب، في عما قريب جدا، لان اللعبه خطيره، واللعبه يعني عندها واحد البرنامج اللي هو خسيس بكل ما في الكلمه من المعنى، وغادي نتكلموا فيها، وغادي نوضحوها بتحليل منهجي، تحليل سياسي، تحليل عميق، تحليل استراتيجي، ما يجي حتى شي واحد يعني يكذب علينا ولا يزايد علينا، وغادي تكون المساله بالغه الدقه. وانا كنوجه من هذه الساعه هذه، كنوجه الدعوه لاي مسؤول سياسي في المغرب، كيف ما بغى يكون نوعه، كيف ما بغى يكون مستواه، يجي مرحبا به، وغادي نحطوا النقاط على الحروف، سواء حضروا او ما حضروش لا فرق، ولكن غادي نحطوا النقاط على الحروف، وغادي نحطوا المسائل في محلها، لاننا ولينا كنجريو داك نلعبوا داك الدقائق الاخرى ديال المقابله، ولينا كنلعبوا الوقت بدل الضائع، لان ولينا غاديين لواحد الاتجاه اللي هو خايب بزاف. واحد اخر غادي يقول اش داني انا لهذا الشيء وماشي شغلي، وخليه البرو راسهم، انا تيهمني داك الوطن وكيهمني داك المواطن، وما نبغي نشوف حتى شي واحد تظلم او شي واحد قطرت منه نقطه ديال الدم بصفه يعني واضحه. فلهذا يعني اقول حذاري ثم حذاري، الناس المغاربه كنهضر معاكم بالدارجه، ما يجي حتى شي واحد يقول لا وما قراوناش، انا تنقولها لك، الا قبضتي 20,000 فرانك في ايام التصويت، راك تتشارك في الجريمه ضد راسك، راك تتنتحر، انت نيت وكتقتل الوطن ديالك. هذه مساله اللي ما بقاش فيها
صفة نهائية ما بقى فيها ما يتقال. سي عبد الرشيد، علاش ما كتحلش النيابة العامة التحقيق في الملفات ديال جدو؟ على حقاش ما كاينش رأي عام قوي، ما تيكونش كيشكل رأي عام قوي، راه كنقولها مليون مرة وكاين شي وحدين تيردوا عليا وتيكتبوا لي وحنا غير دراوش وحنا مساكن، واش غادي نديروا حنا رأي عام؟ ايوا جلس تما عادي، راه ما كاينش المشكل. رأي عام تيشكلوا المواطن مهما كان مستواه الاجتماعي، غني فقير ما عندوش في الزنقة، عندك رأي. إذا كان الوطن ديالك راه خصو يكون ديالك وراه ديالك. إذا خاص الجميع، خاص ديك الحسد وديك الأنانية، وأنا مدبر على راسي ماشي شغلي، هذه اللي خاصها تحيد. أما الباقي راه لما دارش رأي عام وما كانت قوة شعبية واقفة وضاغطة ورأي عام قوي، وعندكم مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله كدير الوعاوع إلا بغيتو وعرفتو، فراه ما غتكون حتى شي حاجة. واللي كيعتقد أنه مادام لاباس عليه وكل شيء ومدبر عليه مسك عليه الله راه بخير، راه ما بخير حتى حاجه، لحقاش دابا راه بخير، ولكن الا وصلنا لما لا تحمد عقبه غيغتصبوك في دارك بنت بديك لاباس عليك. علاش؟ لحقاش المظلوم مظلوم. وخذوا العبره من هادو اللي 20 عام هما في اوروبا وخدامين في بانكا وكيدوروا الفلوس وكيدوروا الرزق مزيان، غير تجرى عليهم انتقموا، فما بالك في اللي ما قراوش كاع شنو غادي يدير؟ دونك خليها تخدم وخليها تخمر. ما كاينش نص قانوني الا خص النص القانوني يضغطوا باش يكون. بحال دابا هذا القانون ديال الاطراء اللامشروع، جالسين كيلعبوا عليكم تما سبسبوت. عندكم جوج الاحزاب تقدروا تحملوهم المسؤوليه في مواقع التواصل الاجتماعي، اتكلموا مع العداله والتنميه ومع الاستقلال، راه عندهم الاغلبيه. وإلا بغاو هما بجوج يخرجوا القانون ديال الإطراء اللامشروع راه غادي يخرجوه، وما يتصنتوا حتى لشي واحد كاع، وما يجيوش يقولوا لنا الائتلاف الحكومي وخصنا نحافظوا على لا يحافظ على بابا هذيك الحكومة، اش بقى؟ انتخابات جاية، ديروا شي بارود زوين في خريامكم، وإلا ما تمشوش عند المغاربة تقولوا لهم صوتوا علينا، لأن هذا التفكير الإجرامي هو اللي غادي يخرج على المغاربة ويخرج على الوطن. لا ائتلاف الحكومي، لا يألف بابا هذيك الحكومه، عندكم اغلبيه بجوج بكم، يلا خرج لي اطراء الله مشروع، دير فيه نصوص صعيبه الا كنتو سياسيين، الا كنتو رجال. اما الا كنتو بايعين الماتش ديالكم بيناتكم وكتاكلوا كل شيء بيناتكم، ما بقاوش يتخبى عمر شي وسالينا. شكرا لكم. دونك هاد المسائل ها هي واضحه، علاش ما تفتحش حقيقة؟ انا قلت لكم علاش ما كيتفتحش حقيقة، لحقاش ما كاينش رأي عام. لو كان الرأي العام كيضغط، انا قلت لكم مليون مرة، ياك نهار اللي بغاو يديروا لكم القانون 22 20، ياك الجميع تعاطى المواقع التواصل الاجتماعي، علاش؟ لحقاش وصلت لكم العظم، لحقاش عرفتم غادي يسدوا لكم الفم، غتولي الهضرة تمشي للحبس، كلشي يتفاعل. تراجعوا. نهار اللي تقتل عدنان الله يرحمه وتغتصب، يا كل شيء شعل، نط مواقع التواصل الاجتماعي كامله كتحيح. انا براسي درت لايف اللي وصل معه في 220 الف مشاهده، شنو؟ خرج صاحب الجلاله عزه، خرج الوزير الاول، خرج السيد الحموشي، ان كاين راي عام. عندكم الامثله قدامكم، ماشي زعما يجي شي واحد يقولها لكم، غير انتم فاش تكون في السهله هذا كيديرها. حيت توصلت للعدم كتهضر، لو كتوصلكم للعدم كتهضروا كلكم، كيكون التفاعل مع المسألة اللي تتقولوا عليها راه تيكون تيتفاعلوا معها. شنو؟ ما تقولوش، ما تنكروش، على الأقل ما تنكروش، غير قولوا الحقيقة. معليش، لأن دابا واحد الوقت كنا ما كندخلوش ما كنهضروش، أما دابا ولينا متبعين معكم الفيلم كامل عن قرب، وعندنا مصادر ديالنا في المغرب وعلى مستويات جد محترمة، كنجيبوا المعلومه بالواثقه وبالنقطه والفاصله. عندنا طريقه ديال البحث هنايا، عندنا طريقه ديال التحليل الحمد لله. ما باغين لا نترشحوا ولا نترأسوا ولا حتى شي حاجه، باغين المواطن المغربي يوعى بالقوه ديالو في التعبير على الرأي ديالو وتكون رأي عام وينوض يوقف على رجليه. والا اللي وقع لكم اليوم من هنا 4 سنين 5 سنين 6 سنين غادي تبقى تبكي على على الحاله اللي انت فيها دابا، ما تلقاهاش، لان غادي تكون في حاله اخرى تغنيك عن الباقي.
سي محمد صديق احترامي، سي الموضوع ديال الأبناك في المغرب جزء منه الفساد المستشري في المغرب. شوف الأبناك راه هذا الفساد اللي عندها برا عندها أكبر منه في المغرب. لو كان كانت الأبناك كتخدم بعدالة، لو كان كاين الاستثمار في المغرب الداخلي، ولو كان كاين المقاولات ديال الشباب، ولو كان كانوا المشاريع المزيانة كيف كيمولوها، ولكن لا راه كيمونو غير صحاب الشكاره وصحابهم وداكشي. نعطيكم مثال بين قوسين، سنة 2000 و 2014 كنت في المغرب، واحد السيد من الأقرباء نتاعي، ماشي زعما غنمشيو بعيد، الأقرباء، وأنا معروف عليا أنني الحقيقة تنقولها ولو تكون في راسي ولا تكون في الوالد ديالي، ما عنديش مشكل، أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. وكنت معاه في دار معايا، نتلاقاو في مرجان في مكناس، تلاقيت معاه، مشيت لمرجان عيطت له قال لي راني لداخل. فاش مشيت لقيته مع واحد السيد، سلمت عليهم سلام سلام عادي، ما عنديش اشكال. كل واحد دافع شاريو ان كادي، وهذاك السيد اللي من الاقرباء مقاول، كيشرجي هنا ويشرجي هنا، كيشرجي في دوك لي شاريو هادوك، وتيدير غير مال الدواطاب، غير ما مسائل ديال برا مستورد. ما فهمتش ان هو دافع شاريو ولكن الاخر دافع، هو ان هذاك القريب ديالي هو اللي كيعمر الشاريونات بجوج. انا ما كملاحظ، انا غير واقف عند كنشوف، عمر 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 حتى شرجا دوك، شرجا دوك لي دو شاريو حتى ما بقاش فين يحط. وهذاك مره مره تيقول له لا سي معطاوي، تا هو سميتو معطاوي باش نكونوا واضحين، يقول له سي معطاوي هو صافي يا صاحبي. المهم دازت القضية لاكاس، بقات هذيك السيدة تما كدوز 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 وهما كيشرجيو في الشاريو. هذاك السيد معاه شي واحد الخادم ديالو ولا شي حاجة، جا دا الشاريو الأول، جا واحد آخر دا الشاريو الثاني، وهذاك القريب ديالي خلص الله أعلم، باقي نتذكر خلص بالشكواش 14000 ولا 15000 درهم اللي خلص. داكشي قلت لك غير الغالي، غير ديال برا. شرجعوا خرجنا لبرا، تسالم معاه، تشاوفوا تشاوفوا، الله يعاون الله يعاون. بعد مشيت انا وداك القريب ديالي نشربوا قهوه، هذا القريب ديالي قرا معايا في الجامعه، وهذا القريب ديالي كان دير الدراسات الاسلاميه يا حسره، ومن التلاميذ ديال واحد من فطاحله الاساتذه اللي معروفين في المغرب. الاسم ديالو ما تيجينيش في راسي دابا، ولكن كان من الناس اللي معروفين على الصعيد المغربي. سولته قلت شنو هاد الفيلم، هذا الفيلم هندي، بقى كيضحك. لان كنا دوزنا انا وياه حياة الشباب وحياة الجامعة وحياة الثانوية، قال لي هذاك راه مدير ديال البنك الفلاني. ايوه مدير البنك الفلاني، وشنو؟ قال لي راه عادي داكشي، راه مره في الشهر كنجي وكيتقضى كاين. قلت له واش هذا شاد زعما الدراسات الاسلاميه وتاريخ التشريع وعلم الحديث والفقه ودوك الارنبات وداكشي كيما قالت البروشه، شنو؟ قال لي اش تقول لي دابا انت؟ مشيت تمايا، قال لي تكون شي صفقه كنجي خصني 500 مليون ولا 600 مليون في بلاصه 24 ساعه دازت، وداكشي يعني ميسر. وانا كنضرب خدمتي، وكانت ديك ال 500 مليون كتجي شي مزه كنضرب بها، كنجيب بها 200 300 كنديرها تحت مني كنهدا هكذا كتمشي الامور. وانا كاره من هذا الشيء. ومن بعد غادي نكتشف بان ذاك القريب كان اليد اليمنى كان عراب فساد زمانيه، وباقي نتاع واحد البرلماني اللي كان حاكم واحد المنطقة كبيرة في الأطلس اللي فيها خيرات كبيرة، وكان هو المقاول اللي كيستافد من الصفقات وداك المسائل كلها، واللي كان فقير واغتنى بواحد الشكل رهيب. وهذاك البرلماني اليوم راه في الحبس، وهذاك العراب راه باقي حر طليق في كل معادلة، ولقاو لها حلول ويكون خير. المهم كل حاجة بوقتها.
سي حسن الزوجي، اهلا حبيبي، كي داير؟ لاباس عليك، توحشنك. ممكن اعطاء المزيد من الوقت والاهميه لموضوع حق انتخاب الجاليه المغربيه؟ ارى انها خطوه كبيره وشكرا. لا شكرا على واجب. بالنسبه للجاليه المغربيه، بالنسبه للانتخاب ديال الجاليه المغربيه، فهو حق دستوري، انا طالبت به واطالب به، ولكن المساله ماشي في يدي انا سي حسن الزوجي. ف خلقنا ذاك المجموعه ديال الرفع من سميتها الرفع من قيمة المواطن المغربي، اللي هي درتها باش ينخرطوا فيها الناس، أي واحد بغى يلتحق بها. الجالية المغربية تلتحق. البارح اتصل بيا واحد السيد من الجنوب ديال فرنسا وتكلم علي، على قال لك اودي ذاك البرنامج اللي حطيتك. قلت له شوف، أنا حطيت برنامج، أنا ما تنقولكمش أنا غنترشح، أنا ما تنقولكمش أنا باغي ديك لا فونداسيون دي ماروكان دي موند، بغيت نكون الرئيس ديالها. انا كنعطيكم برنامج كيفاش يتخدم داك الشيء. بغيتو نديرو لي دفلي دون دون نوقفو، مرحبا. بغيتو نعطيكم البرنامج والقوانين ديالو كيف ما حطيتها وسطرتها انا بيدي، والله ما عندي المشكل نعطيها لكم ونوضو نتوما خدمو. لا يعني ليس بالضروري ان اكون منخرطا فيها، ان اكون رئيسها او ان اكون احد اعضائها، هذا لا يهم. الذي يهم هو ان تفهموا الامور وان تشتغلوا عليها. راه الحق الدستوري انكم خصكم تصوتوا، راه محرومين انتم من التصويت ديالكم، وكتشولوا تشكلوا واحد القوه اقتصاديه كبيره ديال 8 مليار ديال الدولار سنويا، اللي كتمشي دعم للمغرب، وهذا فخر لنا. ف الى جيتي تشوف الفرق ما بين الشعب المغربي دابا في 2020 والشعب الامريكي قبل ما يشد الاستقلال، تنهضروا على الشعب الامريكي قبل ما يشد الاستقلال، فاش مازال كان مستعمره ديال بريطانيا، مازال تابع للتاج البريطاني، اللي كانت بريطانيا كتفرض عليه ضرائب في كل حاجه، ولكن ما عندوش ممثلين ديالو في بريطانيا في البرلمان، لان في امريكان ما كانش برلمان ديك الساعات، كان غير استغلال. فغادي تجي واحد الوقيته وغادي تكثر عليهم بريطانيا بقوه الحروب اللي كانت عندها في اوروبا، الحروب ما يسمى بحروب 100 سنه او الحروب الدينيه، غادي تبقى كل ما خصتها الميزانيه خصتها الفلوس كتزيد تنزل الضرائب على هذوك الناس اللي عايشين في امريكان، مازال ما كونوش دوله، اللي كيشتغلوا على القطن والروز والذره والطابه، ويعني ما كاين غير تاكس 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 تاكس. واحد النهار غادي يتجمعوا هذوك الناس ديال الميريكان اللي مازال ما كونوش دوله، وغادي يتفقوا وغادي يتوحدوا وغادي ينطلقوا من واحد رده فعل قويه في مدينه بوسطن، واللي غادي يسميوها ذا بوسطن تي بارتي، يعني ديك لا بارتي دو تي دو بوسطن، وغادي يكون الشعار ديالها نو تاكسيشن ويزاوت ريبريزنتيشن، يعني لا ضرائب بدون تمثيليه. فشوفوا هاد الناس قبل الاستقلال ديال الميريكان ناضوا داروا واحد الوقفة وقالوا لا نقبل بأن تفرض علينا ضرائب دون أن يكون لنا من يمثلنا في البرلمان البريطاني، إن خصنا شي واحد تما باش يوقف في هاد الشيء، باش محيط يجيو القضية ديال الضرائب يكون داك الشيء متوازي مع المستعمرات ديال بريطانيا كاملة، ويكون داك الشيء كيراعي الحقوق ديالنا وكيراعي المستوى ديالنا وكيراعي الحياة الخاصة ديالنا، ماشي غير تبقاو تطاكسيو فينا ونط عليها الروينه. وكانت هذيك هي الشراره الاولى اللي غادي تنطلق منها الفكره نتاع الاستقلال كاع على هاد بريطانيا هذه، واللي غادي تجمعوا فيها واحد 55 ديال الناس في مدينه فيلادلفيا، وغادي يبقاو كيفكروا باش يديروا الاستقلال ديالهم، وكانوا واحلين في حاجه واحده، كيفاش احنا هربنا من اوروبا وهربنا من الاستبداد وهربنا من الملكيات وهربنا من الحكم الاوتوقراطي وداك الاقطاع الديني، وجينا لهنا باش ننعموا بالحريه وتبعونا هادو تال هنا. فلا كنا غادي نديروا واحد الحكومه واحد الاستقلال ويكون فيها شي واحد اللي غنعطيوه السلطه الكامله في يديه، فشي ما درناه، لان غادي نخلقوا ديكتاتوريه جديده، ان السلطه كتعمي. دابا خصنا نلقاو شي نظام، بقاو 3 شهور وهما كيتقاتلوا، نظام هكا، نظام كونفدرالي، نظام هادي، نظام، حتى وصلوا للنظام الفيدرالي اللي هو جاري به العمل اليوم. هذوك ال 55 ديال الناس غادي يخدموا وغادي يعرقوا باش يديروا هاد النسخة هادي ديال وثيقة الاستقلال أو
الاندبندنس بيتيشن اللي غيقدموها لبريطانيا ديك الساعات اللي ما غتقبلهاش، اللي غادي ينوض عليها حرب، اللي فرنسا غادي تجي تعاون بريطانيا، غادي تعاون الامريكان باش يستقلوا، علاش؟ نكاية في بريطانيا اللي كانت عندها معاها حرب، عدو العدو صديق، وغادي يربحوا الامريكان وغادي يستقلوا، وغادي يكتبوا ديك الدستور ديالهم الامريكان كونستيتيوشن، اول فقره فيها اول مان ار ايكوال، يعني جميع الناس متساوون، ويحطوا الحقوق هي الاولى. وهذوك دابا كيقدسوهم وكيتسموا لي بير فونداتور، الاباء المؤسسون، ذا فاوندين فادرز، هما اللي كتبوا منهم داك توماس جيفرسون وواشنطن و وا و وا و وا وزيد ليه. المهم حنا في 2020 ما قادرينش حتى نقولوا الله ينعل الشيطان، وكنهضروا على الناس اللي كانوا كيديروا هاد الشيء هذا في 1773، وكانوا عايشين في الويل، وكانوا عايشين في المهانه ديال الانجليز، وكانوا عايشين بحال تحت الاستعمار، وكانت مهضومه حقوقهم، وما كانش عندهم ما كانوش كيصوتوا، وكانت تنزع عليهم ضرائب، وما عندهمش تمثيليه. فما يجي حتى شي واحد يحمقني في راسي ويقول لك وحنا راه عرفتي دابا ورا الطغيان ورا الظلم ورا الحقره، لا حقر راسك لحقاش ما عندكش النفس. سالينا، انا كنعطيك مثال صريح، كان عندهم لا انترنت لا باش يصيفطوا الاخبار، لا باش تنتشر الفكره، لا باش توصل ليه التوعيه، لا هم يحزنون، وتمارى والضرائب مفروضه عليه، ولا هز الراس كيضربوه بالقرطاس الانجليز. وصلتك القرطاسه ديال 1773، الله يرحمكم الوالدين. يا رجال يا ماشي رجال، راه هكا كتمشي الدنيا، راه ماشي عيب تكون ماشي راجل، وماشي عيب تكون راجل، راه كل واحد لي تاسبي اس بيبل سياس كما قال هذاك، غيكون خلينا نكونوا كيبغينا نكونوا ولا كما كيشوفونا الناس، ما عندناش المشكل، ولكن ما نحملوا المسؤوليه حتى لشي واحد. المسؤوليه كنتحملوها حنا، كنتحملوها كشعب، كنتحملوها كمغاربه. بالنسبه لسي حسن زوقي، انا قلت لك راني حطينا برنامج الدستور يضمن لنا الحق في التصويت، فاش كتكون انتخابات في الجزائر، السفارات نتاع الجزائر في الخارج والقنصليات كينظموا انتخابات، الافراد ديال الجاليه الجزائريه كتصوت وكتختار الناس اللي يمثلوها. علاش حنا ما كنصوتوش؟ غدا كنسولكم، ديك النهار قال لي واحد خينا ورا ما غيقبلوش السي بنسان، قلت له لا، لحقاش الا كنتي كتفكر غادي يقبلوا ما غيقبلوش فانت مازال ما فهمتي حتى حاجه. حنا ما غنقلبوش عليهم يقبلوا ما يقبلوش. خطوه رقم واحد او بيان رقم واحد، اننا اولا نتجمعوا، يكون التواصل بيناتنا. احنا درنا ديك ديك الصفحه ديال داك المجموعه ديال الرفع من قيمه المواطن المغربي، ضم ليها ما غتخسر حتى شي ريال، ومن بعد نتواصلوا، من بعد دير واحد اللائحه، من بعد غادي نجمعوا واحد العدد ديال الالاف ديال المواطنين، من بعد غادي نديروا نقاشات، غادي نديروا ندوات، غادي نديروا بزاف د الحوايج اللي خصنا نخدموا، ماشي غير اجي ونوض دير، غادي نخدموا، غادي نتوحدوا، غادي تبقى توصل انت الفكره لصاحبك، صاحبك يوصلها لصاحبه الاخر الاخر الاخر، من بعد نعطيو برنامج. البرنامج راه محطوط، مش حال هذه عندي محطوط وما داخل فيه حتى شي واحد، انا اللي حاطه ونحطو وتناقشوه، الحاجه اللي فيه زوينه مزيانه، واللي ما قبلتوهاش ما مزياناش ما مزياناش، ما عندنا غرض، المهم انا حطيت برنامج اللي كنعتقد انه مزيان. تو سامبلومون، اول حاجه خصنا التصويت ديالنا هنا، ماشي ديك اللعبه اللي دارت لنا العداله والتعميه، قالوا لهم واخا المواطنين المغاربه القاطنين بالخارج حتى من حكم يصوتوا، يصيفطوا غير الوكاله لشي واحد في عائلته هنا ولا اللي ينوب عليهم يصوت هنا. علاش حنا تناكلوا الغيس باش نعطيكم الصوت ديالنا تباع تما يبيعوا فيه ويشريوا؟ لا، بغينا حنا الناس ديالنا يصوتوا ونختاروا من يمثلنا، لاننا مغاربه، لاننا 5 ولا 6 المليون، ان كاين 22 مليون اللي كتصوت من المغاربه كاملين، ايوا 6 راها قوه كبيره من تما، وهذه راه الديمقراطيه، ونختاروا الناس ديالنا ونخلقوا البديل في ذاك البرلمان. علاش هلا صيفطنا حنا غير 2 ولا 3 من كل دوله؟ شنو هو المشكل؟ يمشيو لتما يخدموا، يدافعوا على الجاليه المغربيه، على مشاكلهم، يهزوا همومهم، يحلوا المشاكل ديالهم تما، العقار اللي كاين تناب لهم، القضايا اللي كتكون في المحاكم، يوقفوا معاهم، يديروا بزاف ديال الحوايج. ورحنا كان كندخل عمله كبيره، قال لي سيد لا، وراه ما غيبغوش السي بسان، قلت له لا،
الا انتم كنتوا رجال وتجمعنا ودرنا الاتفاق ودرنا لا فونداسيون، درنا بالقوانين وبالعقود، ما كاينش تخربيق، ماشي اسوسياسيون ديال هذاك الشيء اللي كتعرف، لا قانون. فلا درناها ديك الساعات غادي تكون عندها تمثيليه، غادي يكون عندها ناطق رسمي، غادي تكون عندها قوه، سنتصلوا بالسفارات ديروا ديليغاسيون، مشيو عند السفراء ونجلسوا معاهم، اذا استقبلنا استقبلنا، ما استقبلناش ماشي مشكل، احنا غادي نراسلوا للديوان الملكي ونراسلوا الحكومه، سهله سهله، ما جاوبوناش ماشي مشكل، غادي ناخذوا القرار ديك الساعات، ناخذوا القرار باش غادي نشتغلوا هنا وغادي نحبسوا دوك الفلوس هذوك العربيه نيشان، غادي نبقاو نعطيو غير القليل اللي خاص، اللي عنده باه ولا مو ولا خوه ولا شي حاجه كيعاونو، هيعطيه غير داك القدر اللي كيصيفط له باش يعيش في داك الشهر، لا اقل ولا اكثر. ولكن داك الفائض ديال الفلوس اللي كيتحط في البنوك تما يبقى هنا، وكاين ما يدار هنا، وكاينه خطط استثماريه اللي ضربنا بحالنا بحال تواركا كيما هما متحدين، بحالنا بحال اليهود اللي هما متحدين، ونديروا عرام ديال الحوايج، وديك الساعات نفاوضوا المغرب ماشي نهضروا معاهم نرغبوهم، ما نرغبوهمش هذوك الناس عيانين بصفه نهائيه، غادي بغيتي نتعاملوا غنتعاملوا بهذه الطريقه، او غادي نستمروا حنا في الخارج بالطرق اللي هي ناجحه بزاف، ونتعاونوا مع الشعب المغربي مع خوتنا في جميع المجالات، ولكن انتوما وغادي تشوف باللي ما عندهمش الاختيار، عاد ديك الساعات غتكون عندنا الصحافه ديالنا، غادي يكون عندنا المنابر ديالنا، غتكون عندنا مجموعه جمعيات، غادي يكون عندنا فونداسيون كبيره اللي مسموع الصوت ديالها، انا نجيب لكم لقاءات دوريه في البرلمان الاوروبي نديروا فيها ندوات، اللي غادي تولي الاصلاح غيتفرض، انا ما غاديش نناقشوا معاهم ديك ديال عفاكم واش بغيتو، لا اللي بغيه لك راه حقي، هذاك راه الوطن ديالي، هذاك راه غادي قوه 5 المليون ولا 6 المليون باش تحمق راسك، راه غادي تغير ولا غادي تحيد وحده في الجوج، راه ما فيهاش، راه المسؤوليه اليوم على العاتق ديال الجاليه المغربيه اللي عاشت وتنفحت من الديمقراطيه الاوروبيه وعندها امكانات اللي تنوض تقاتل وتنوض توقف على رجليها ودير هذا التجمع هذا باش تعاون خوتهم المغاربه اللي عايشين في التكرفيس، باش ما يبقاوش ناس كيجمعوا 60 مليار في العام وواحد ما تيلقاش ما ياكل، وإلا فلكم ما تريدون. إذا ما يهمنا رأيكم بخصوص خوض الاستحقاقات المقبلة بلوائح مستقلة، لما لا في مباشر آخر؟ هذه مسألة من حقكم، راه ماشي ضروري تمشيو للأحزاب، وماشي ضروري خصك التزكية ديال الحزب، سيروا اقراوا القانون ديالكم، وراه عندك الحق ترشح مستقيل، وترشحوا مستقلين، واجبوا الناس الغيورين، وعلى الاقل واخا يكون شويه الفساد دائما غيبقى، وغيغيروا لنا دوك البشر اللي في البرلمان صاحبي، راه من حقكم، المسائل الديمقراطيه هذه ما فيهاش نقاش، تبقى انت معول على الحزب، الاحزاب راه ما كاين شيء، انا اللي بغيتي نديروه نديروه، ها هو تيقول لا والاطراء لا مشروع وكذا، العداله والتنميه والاستقلال كيتحملوا المسؤوليه، راه عندهم تما اغلبيه يمشيو يديروا لنا القانون يخرجوه ولا يمشيو بحالهم، سالينا الاحزاب كلها نحملوها المسؤوليه، يا يخرجوا هذه القوانين وتكون مضبوطه ومزيانه، يا اما ما تجيوش تقولوا لنا صوتوا علينا، احنا ما غاديش نلغيو الانتخابات، احنا لسنا دعاه الفتنه، ولكن غادي نديروا لوائح مستقله، احب من احب وكره من كره، عادي كما بغيتوا ديروا لها ديروا لها، يا هكا يا بلاش، وديك 35 حزب خصها تضرب، راه ما عندكمش الحل، ديك البلقان هذا المشهد السياسي اللي عندكم في المغرب راه ما غتقضيو عليها غير نتوما، غادي تخليو لهم داك العنبقه ديالهم كلها وتمشيو الاتجاه ديال المستقلين باش تقضيو على الاحزاب خطره، صافي سمح لي شو هذا شنو تيقول اسيدي، خليك غير في بلجيكا استمر هناك، علاش السي العلوي يزيدي، انا ماشي في بلجيكا اولا، وعلاش هاد الهضره هادي، يعني ان المغرب ديالك، ثاني الخبر ديال هادشي اللي وقع في البنوك راه خربق لي راسي، وداكشي اللي شفت راه خربق لي راسي، ونتمنى تجاوبني باش نعرف كيفاش نجاوبك، وعندي استعداد كامل باش نجاوبك، فوالا راه غادي نجاوبك، مجرد ما يطلع التعليق الثاني غادي نجاوبك، ولو نكون في ليكستريم، ان المغرب راه ماشي ديالك،
المغرب راه ديال المغاربه كاملين، ما تقولي لا خلي راسك بلجيكا ولا خلي راسك في شي جهه اخرى، ان المغرب ماشي ديالك. الله يجازيك بالخير، وماشي انت اللي غتدافع على المغرب بالطريقه اللي غادي تكون واللي خاص. تكلمت عن انتخابات الفانتازيا فاش في الجزائر، ولا تتكلم عن الحراك الذي اسقط المحنط القائد صالح، متى بسبب؟ اذا ما حضرتيش اخويا الفضل في الحلقات الاخرين، راني جاوبت واحد السيد ذاك النهار اللي سولني علاش هاد الحركه ديال البوليزاريو في المغرب، وعطيته جواب في مستوى وفي منتهى الدقه. احزاب الفانتازيا كيف المغرب كيف تما ما كنامنش بها. الحراك ديال الاخوان في الجزائر راهم بغاو يقتلوه في المهد، ومور هذا القتل ديالو في فرنسا القايد صالح راه تقتل، راه حنا عارفين هذه القضيه. علاش لحقاش كاع وليدات فرنسا والضباط ديال فرنسا والعملاء ديال فرنسا في الجزائر كلهم داروا في الحبس وفي الاقامه الجبريه؟ وعلاش عينات داك الجنرال ولد الجنرال الاستراتيج ديال الاستعمار في السفاره ديال الجزائر ديال فرنسا في الجزائر؟ وماشي مفاجاه الا خرجوا غدا دوك وليدات فرنسا من المعتقل ورجعوا لدواليب الدوله. وكاين حوايج اخرى اللي نقدر نناقشها معاك في هذه القضيه ديال الجاره الشقيقه الجزائر، حتى ما تولي كتفهم والو. انا باغي نخرجوا داك الباترون ديال الديرس اللي هو مديان، وباغي نخرجوا الجنرال طرطاق، وباغي نخرجوا سعيد بوتفليقه، ونعطيك السميات ونعطيك الحيثيات ونعطيك كل شيء. ف نتجاوزوا، لان كل حاجه عندها حلقه، كل حاجه كتمشي في واحد الاتجاه ديالها. هذيك النهار سولني السيد قال لك هذه الخرجه ديال البوليزاريو، قلت له هذه منين جايه؟ راه عندهم المشكل داخل وبلازم ما يصدروا، وهذوك البوليزاريو التخربيق هذا. حنا مشكلتنا في المغرب هي الفساد، وكان الامور كتمشي مزيان. اسمح لي سي ميلود، ميلود خليه لا جاوب، غادي لا جاوب راه غادي نجاوبو، راه ما فيهاش نقاش. لقاش باش يجي واحد يقول غير خليك في بلجيكا، غنقول له انت كون كنا نكونوا في المغرب يكون العدل وداكشي، انت خصك شي حاجه اخرى. عمرك ما تقول المواطن المغربي خليك تما، لقاش انت غادي ما عندكش بلاصتك في المغرب، انما كتهزكش النفس على الوطن ديالك. خليك تما شنو؟ من الصباح انا كنهضر، الصحافه ديالك الروتيني اليومي ديالك يقول لك هاد الهضره هادي. سال الخاوية دونك هاد المسائل هادي خاصكم تفكروا فيها وخاصكم توقفوا عليها، والوطن ديالكم راه بين يديكم، ومسألة راها بالغة الأهمية. سي حسن زوقي شكرا لك لأنك ذكرتي في هذه القضية. فالمغاربة مرحبا بكم، الجالية المغربية مرحبا، أي واحد بغى، وكاينة قناة يوتيوب كذلك غايجيو فيها دي فيديو، أنا غادي نعاود نشر لكم الرابط فيها يمكن 20 ولا 30 فيديو، غادي يجيو فيديوهات مزيانين. على حقاش كاين الحاجه اللي ها هو الرابط عندكم اللي بغى يدعم ديك القناه يمشي ليها، لان غادي نديرو اللايف في قضايا الساعه، اللايف غادي يكون بهالطريقه هذه. وكاين الامور اللي غادي تقدر تكون فيديو ديال 15 20 دقيقه باش ما نطولوش على الناس، غادي تكون في ديك القناه الاخرى. ونبش بجريدة إلكترونية إن شاء الله الرحمن الرحيم، أن سيت انترنت إلكترونيك سو فورم دو جورنال إلكترونيك، جريدة إلكترونية راها على أبواب الصدور دائما بنفس الاسم، اللي غادي تكون نافذتكم عن العالم، اللي غادي تكون واحد الجريدة فيها مقالات منكم وإليكم. فاللي بغى يكتب شي مقال، واللي عنده شي حاجة ديال الفن أو شي أي حاجة، شعر، نثر، مقال، قصيدة، قطعة شعرية أو قصة قصيرة، أو رأي في المجتمع أو نظرة اقتصادية، يمكن له يرسلها وغادا تنشر بالقلم ديالو في هذيك الجريدة اللي غادي نديرو. هيكون فيها الرأي السياسي، غادي يكون فيها التحليل السياسي، هيكون فيها الجانب الرياضي، غادي يكون فيها كذلك جانب الفنون والحرف بالنسبة للمغاربة والمغربيات اللي عندهم حرف مزيانه، اللي عندهم مهن
اللي بحال اللي كيدير يالات ولا هذا اللي كيديروا شي خياطه بلديه مثلا، هذا كمثال على واحد مستوى عالي، او طبخ على مستوى عالي، او نجاره على مستوى عالي، ويبغيو انهم يبانوا في شاشه عن العالم ويتعرفوا عند الجاليه المغربيه اللي يمكن لها التعاون معاهم باش تاخذ منهم التأتيت والتجهيز ديال المنازل ديالهم او الاستيراد لهنايا وتبان الخدمه ديالهم هذا. فغادي تكون هذه الجريده مفتوحه لكم بالمجان ان شاء الله، حتى شي واحد ما غيعطي شي سنتيم على انه يكون في الجريده هذيك، سواء في الطبخ، سواء في الخياطه، سواء في فنون يعني الارتيزانه، اي حاجه كانت. فالنشر ديالها والاذاعه ديالها غادي تكون بالمجان. دير فيديو ديالك ولا دير مقال ودير صور المنتوج ديالك ودير العنوان ديالك ودير كل شيء ديالك، وحنا غادي نقوموا بالنشر مجانا، ويكون عندهم المعلومات عليك. واللي في اوروبا الاخوان ديالك شاف شي حاجه وعجباته وبغى يتقدم من عندك غادي يتصل بك. فهاد الجريده كنديروها لهذا الهدف هذا دائما، من اجل الرفع من قيمه المواطن المغربي والتعريف بما لديكم عند اخوانكم بالمهجر، وتكون واحد صله الربط، يكون واحد الرابط كبير ما بيناتكم وما بيناتنا، يكون داكشي على مستوى عالي. فاللي كان تريتور واللي كان كيعرف دير شي حاجه واللي هذا، فما كاين حتى مشكل، غادي تكون مرحبا و100 الف مرحبا. وغادي هذه الجريده هذه غادي تخرج ان شاء الله قريبا. تنشكروا بالمناسبه السي محمد علي التقني اللي ساهم في البناء ديالها لوحده، لان هي كتطلب ربعه ديال الناس متخصصين دي زانجينيور باش تكون هاد سميتو، باش تكون هاد 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 هاد, هاد البادره هذه. حنا ما غاديش نقدروا نقبطوا ربعه دي زانجينيور باش تبنى واحد الجريده بحال هكا، ولكن هو تطوع بوحده نيابه عن هذه الخبرات، وما شاء الله عليه وخدام عليها منذ شهور، وراها غدا من حسن الى احسن، ورحنا في اللمسات الاخيره قبل ما نخرجوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونهار اللي غادي تخرج غادي نشروا الرابط ديالها، وغادي تكون عندكم يعني على الواتساب، على الميسنجر، على الميل ديالي غادي نشروا حتى هو. صيفطوا المقالات ديالكم، صيفطوا الاعمال ديالكم، صيفطوا المهن ديالكم، الحرف ديالكم، كل ما تجدوا به قرائحكم في اي ميدان كان، حتى في مواضيع اقتصاديه اجتماعيه تنميه ذاتيه، اللي كان صيفطوه الاسماء ديالكم المعطيات ديالكم، غادي تنشر بامانه باسمائكم ومعطياتكم، وغادي تكون جريده هي نافذه لكم عن العالم. وهذا كادو اللي غادي نديرو حنا للجاليه المغربيه في الخارج لتعريفها باخوانهم في الداخل، وان شاء الله غادي يكون فيها الخير والبركه. فانتم الذين ستسيرون تلك الجريده، فانتم الذين سوف تغنونها بما تجود به قرائحكم، فلكم جريدتكم. حنا غادي نطعموها بمقالات سياسيه، بتحاليل، بامور زوينه، امور رياضيه، ونخليو لكم الباقي انتم تكلفوا به. اللي جا من عندكم غادي تنشر في الحين وبالاسماء ديالكم، فالنجار يعرف باللي غادي يولي معروف عند الجاليه المغربيه في اي مدينه كان، لان كلهم المدن ديال المغرب ممتلئه عند الجاليه المغربيه في جميع الدول الاوروبيه والامريكيه والامريكيه الشماليه. اذا مساله غادي تكون عندكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبمجرد ما غادي تخرج غادي نعطيكم الرابط ديالها وتمشيوا ليها، ويكون الخير ان شاء الله. اذا غادي نكتفيوا بهذا القدر هذا. اتمنى لكم ليله سعيده، واتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقه. وكما كان الحال، يمكننا ان نكره الفاسدين، ولكن حذاري ان نخلط بين كرهنا للفاسدين والوطن. فالوطن مسألة لا نناقشها، فهي خط احمر، انه هو البلد الذي يحمينا، ويجب علينا ان نحميه. وبهذا أقول لكم ليلة سعيدة، وإلى الفرصة فرصة مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع، وليلة سعيدة، مع السلامة.